أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم الحلقة هي ردود على تعليقات المسلمين، وأنا كثير سعيد بوجود نبي جلدة الحنفية معنا اليوم، نبينا العظيم جورج بول والأخ لوي. أهلا وسهلا فيكم أخوتي في الإيمان. أهلا وسهلا، حفظتك الجلدة ورعتك. سلام الجلدة على الجميع. أهلا وسهلا فيك نبينا، أهلا وسهلا فيك. أنا كثير سعيد بوجود نبينا المقدس نبينا بول. بصراحة يعني أنا يعني أطير من الفرح، كنت أجهش بالبكاء قبل أن أراك يا نبينا جورج. على كل أصدقائي، مثل ما بتعرفوا يعني نحن خصصنا الحلقة، هي الحلقة الخامسة من ردود على تعليقات المسلمين، وأنا كنت متعود أسوي الحلقات هي مسجلة، ولكن أحببت أن أشارك بما أنه يعني صار عندنا ديانة جديدة، وأنا اعتنقت مؤخرا لديانة جلدة الحنفية، وكثير سعيد بنبينا جورج، فقلت أشارك نبينا جورج. هو تواضع كثير بصراحة، هو يعني النبي المقدس عنه تواضع، ورجل كثير متواضع، قبل يحضر معنا الحلقة هاي، ويعني يعطينا آراءه المقدسة في التعليقات على في ردود على تعليقات المسلمين. نبينا جورج، يعني أنا بصراحة أحب أن أسمع صوتك، يعني شو رأيك بحلقات تعليقات ردود على تعليقات المسلمين؟ بعدين أعوذ بإلهنا جلة الحنفية من المفتاح الرجيم. بسم إلهنا جلة الحنفية العظيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالجلدة من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الجلدة فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له هاديا. أما بعد، يسعدني أيها الأخوة المؤمنون أن أكون معكم اليوم للرد على تعليقات الكفرة الزنادقة المسلمين، سأبلغ كل أقوالهم وكل هذا العبث الذي يتكلمون به إلى إلهنا جلدة الحنفية، وسنتلقى الوحي ونصليهم العذاب في حمام سباحته، له المجد سبحانه. شكرا شكرا نبينا، اكاد اجهش بالبكاء بصراحه. انا كثير ارجوك نبينا، ارجوك نبينا، يعني حبيبي جان، أنا أيضا يكاد قلبي يجهش بالبكاء. أنا عارف أن رسولنا ونبينا قدس الله وقدست الجلدة، أستغفر الجلدة، قدست الجلدة سره، متواضع كثير وما يعطيش الصفحة، لكن لكل أحبابنا المؤمنين بالرسول جلدة نعمل إعلان للصفحة، وهي صفحة ديانة جلدة الحنفية المقدسة، أو اكتب بالجلدة بالإنجليزي تجدها، فيه ربط مباشر مع رسول الجلدة، فتاوى مباشرة بالمجان، حفظته الجلدة ورعته. بالضبط بالضبط اخوي لوي، بالضبط. يعني انا بصراحه كنت بدي احكي بالموضوع، لكن اجهشني البكاء فما قدرت يعني اكمل، للاسف الشديد. يعني انا اسف كثير. طبعا نحن عملنا صفحه جلده الحنفيه المقدسه، ديانه جلده الحنفيه المقدسه، وانا بتمنى من كل اصدقائنا يؤمنوا بديانتنا الجديده، يعني ويكونوا من الصحابه الجليلين وصحابة رسول جلدة الحنفية نبينا العظيم جورج بول. على كل، خلونا نبدأ أصدقائي مع نبينا في تعليقات الزنادقة الكفار المسلمين. نبدأ بالبداية مع عبد المرهوني. عبد المرهوني عم يقول: سبحان الله، لشعور النقص الذاتي عندكم موجود، يعني نحن عند الملحدين، فبيسمي أسماء، بيقول منها جيم العظيم. هو جيم، الأخ جيم كان معي امبارح في حلقة بالجهر، كان مجاهر جديد، وفي شجاع البغدادي، يعني أسامي كلها شجعان وعظماء، والنبي سامي الذيب، وغيرها من التسميات المزربلة. نبدأ معك نبينا جورج، شو بترد إنه نحن عنا عقدة نقص وعم نسمي أسماء شجاعية وأسماء عظيمة وأسماء لعقدة النقص اللي عنا، شو رأيك بالتعليق؟ تفضل. طيب، أولا أحب أن أبلغ المؤمنين أن الأخ ليث الكوثري قد أتاني الوحي امبارح بشأنه، وقال لي أنه من 10 المبشرين بالجنة، فهو تاني واحد بعد أحمد حرقان.
وما زال المجال يتسع لثمانية أشخاص، يعني الوحي هو اللي هيختارهم بناء على إخلاصهم في الإيمان. نذرت للجلد صياما. نعود بقى إلى الأخ اللي هو بيقول لك الأسماء وبتاع. طيب يعني أولا إحنا اللي إحنا بنعمله ده استهزاء بيكم، استهزاء زي ما إحنا بنقول جلدة الحنفية والنبي والرسول وبتاع، إحنا كل اللي بنعمله إن إحنا بنستهزئ بهذه المقدسات عشان تسقط عنها علة القداسة، وبعد شوية تتحول إلى أفكار عادية ينفع إن يتم مناقشتها لأنها في وجه المنطق والنقاش لن تصمد يعني. واحنا واخدين نفس المصطلحات بتاعتكم، يعني بنستعمل نفس المصطلحات بتاعتكم، وهي كنايه بس عن الاستهانه بهذه المقدسات وازدراء المقدسات. الحاجه الثانيه بقى، من انتم من بداتم بذلك؟ يعني اللي كان مسمي نفسه بقى اسد الله ولا مش عارف بقيه الاسماء، هذه الاسماء اللي انتم بتسموه نفسكم بيها، الولي الفاتح والولي القافل والولي اللي مش عارف قاعد فين، مين اللي بدأ بالكلام ده؟ ما هم المسلمين. فإذا كان الكلام ده يعني إذا كان التسمية بهذه الأسماء يدل على عقدة نقص، فأول من هم أول الناقصون هم الخلفاء، هم المسلمون، لأن هم اللي كانوا بيصفوا بعضهم وبيصفوا نفسهم بالألقاب، هذه الألقاب التعظيمية يعني الناصر صلاح الدين والفاتح والمش عارف إيه. فكلموا نفسكم الأول قبل ما تيجوا تكلمونا. اللي بعده. بكل تأكيد، بكل تأكيد، يعني كما أنا قلت انت كفيت ووفيت. طبعا الميكروفون معك، صحابي الجليل لوي، اند يعني بتقدر تفضل شكرا تعطينا رايك. تفضل. على كل، لا كلام بعد نبينا ولا نطقا ولا اعجاز، لكن نحن فقط نكمل ونؤكد كل ما يقوله. إذا كان كثرة الألقاب والتسميات أو أخذ التسميات الشجاعة دلالة على نقص أو عقدة نقص، إذن المسمى بالكريم، المسمى بسيد المرسلين، المسمى بإمام المتقين، المسمى بخاتم النبيين، المسمى بالصادق، المسمى بالمشتتي، المسمى بالمصطفى، المسمى بنبي التوبة لكن بضرب الرقاب، المسمى بأبو القاسم، المسمى بالمختار، هو الأول وهو الأولى بعقدة النقص. أنا أتكلم على نبي الإسلام إذا لم تعرفه يا حبيبي المسلم أو صاحب التعليق. هذه أول ملاحظة. رسولك في حد ذاته هو أول من، لما تدرس سيرته والردود اللي كانت داخل القرآن وخارج القرآن، هو الأول اللي عنده عقدة نقص أمام قومه، أمام أصله، أمام فصله، أمام الناس الذين لم يؤمنون به، أمام الناس الذين سموه بمجنون أو بساحر. عقدة النفس أولا داخل دينك، من صلب عقيدتك، فوق الصحابة وفوق كلهم. يسمي نفسه بالشجاعة ويسمي نفسه بالكريمة ويسمي نفسه بنبي التوبة، وهو يقطع رقاب الناس ويجتث قريات بجيش. هذه شجاعة؟ أين الشجاعة؟ نبي يموت مسموم في فراشه، هذه شجاعة؟ أو هذا كرمة؟ وهذا النبل؟ أو هذا سيد الخلق أجمعين؟ إذن من بدأ بالأسماء المتكبرة هم أولى المؤمنين كما قال النبي. ولا أضيف شيء، الكنايات حر، نحن أحرار فيها. الشجاع البغدادي يا حبيبي المسلم ارتد وافعل ما يفعله رياض، بكل بساطة. تريد أخذ اسم شجاع؟ افعل وافعل ما ارتد وافعل ما يفعله رياض. اظهر وتكلم بهذا الفصاحة وعر الأديان كلها وخذ خطورات مع المكالمة مع المسلمين وحط حياتك في الخطر. يا حبيبي يسمى بشجاع لأنه شجاع ونحن له بهذا الاسم. إن لم يعجبك انساه، فقط ناقش الأفكار. بكل تأكيد أخي لوي، بكل تأكيد، يعني شجاع، هو بالفعل شجاع، وما بتحدى المسلمين غير الشجعان. على كل تكملة إضافة، يعني نحن ما بنقدر نحكي من بعد نبينا جورج، بس تكملة هي فقط أنه ربك هو إذا كان هي مقاييس عقدة النقص، فربك هو أول ما عنده عقدة النقص، فهو الجبار والحكيم والعليم والبطيخ والكل هالزبالة هي اللي أنت سميتها مزبلة يعني متزربلة. فهو ربك هو صاحب العقدة الكبيرة أظن، يعني ما أظن يكون بعد ربك صاحب أمراض النفسية يعني غير ربك. على كل رح نروح على معلق آخر، مستبصر مسلم، عم بيقول: يا الدواعش تقتلوا الأبرياء وتتركوا هؤلاء المستهزئين بالله ورسوله،
قتل وسحل هؤلاء من واجب الواجبات، فذكروا الله واقتلوهم انتقاما لله ورسوله. طيب نبينا جورج، يعني تفضل. أنا بتعامل مع الولاء المعتيه بقالي ما أقرب من 6 سنين دلوقتي، نفس العتة ما بيتغيرش، وبقالي 6 سنين بتجيلي تهديدات القتل، وبعدين محدش عمل حاجة. يعني الأخ ده كده أبسط واحد فيهم، ده في ناس أنا جبت عنوانك وأنا مش عارف أعمل فيك إيه. واحد امبارح جاي بعت لي رسالة كأنه بقى في جهاز مخابرات مثلا أو حاجة، اللي هو اتلم يا جورج بدل ما نلمك وذنبك على جنبك، خد بالك أنت. فانا اترعبت بقى وقلت له خلاص انا اسف جدا على شتمتي للبصمجي البدوي، ومش ايه يعني، ايه يعني انت بتهددوا مين؟ ده انتوا شويه جرابيع، انتوا لو تقدروا تعملوا حاجه ما كنتوا عملتوا، لو فيكم ذكر يعمل حاجه. بص على دولكم يا عم، بتهددوا مين انت؟ لسه عايشين في عصر السيف ومش عارف والناصر صلاح الدين بقى هيركب الحصان ويجري وبتاع ويعمل حركات مين دول؟ من هؤلاء الحمق؟ تعالى يا عم ورينا تقدر تعمل ايه. انا اي واحد فيكم لو هو ذكر فعلا يجي عند بيتي ويشوف انا هعمل فيه ايه قبل ما هو يفكر يعمل حاجه، ده لو يقدر يجي. لكن هو ده اخركم، عشان تعرفوا بس ان هو ده اخركم، اخركم شويه كلمات الفساء العقل ده، لان انتم موجوعين ومش قادرين تعملوا حاجه. فدايما الانسان الموجوع الضعيف يعمل زي الوليه اللي بتدعي على جزء ساحه العصريه، يكشف راسه بس هو ده اخركم يعني. ما قالكش تعالى يا اسطى انا جيبك بقى. ليس حبيبي تفضل. حبيبي كالعادة يقول لي دين السلام وأنا أرى الإرهاب، ثم يقول الدين لا علاقة له بالإرهاب. هو يريد أن يهربنا ويتكلم على الصلاعمة ويتكلم أننا نحن أولى. ماذا فعلنا حبيبي؟ عرينا دينك؟ وضعنا الأفكار الشائكة أمامك؟ ما هي جريمتنا؟ ما هو جرم حبيبي جان أمامك؟ لأنه يتكلم على ربك ويقول كذا وكذا؟ أفكار فقط، لم يجرحك، لم يأخذ شيء منك، لم يقلل منك أصلا كإنسان، هو يتكلم عن أفكار القذرة التي أنت تحملها، ومن حقه أن يصفها بقذرة ويصفها بأي، فهي أفكار، والأفكار لا حقوق لها، وفكرتك لنبيك لا حق لها، أنت كإنسان لك حق، نقطة إلى السطر، أفكارك لا تحتاج لا تقديس ولا احترام. ما هي جرمنا؟ نتكلم على أفكار ومن حقنا وما زلنا نتكلم عليها، سواء أرهبتها ولم ترهب. طبعا انا بوجه له يعني للسيد المستنصر المسلم هذا اللي عم بيقول يا الدواعش تقتلوا الابرياء وتتركوا هؤلاء المستهزئين. طبعا نحن لكم مستهزئين، وعلى فكره يعني هو نبيك قال، ربه قال لنبيك انه وان كفيناك المستهزئين، على قولة اخوي احمد حرقان يعني. واحنا بنعمل ايه؟ ما احنا بنستهزئ. واللي شايفينه انه ربك ما كفى لنبيك استهزأنا يعني، وسنبقى مستهزئين حتى تسقط الخرافة هاي من رؤوسكم الفارغة هاي، غير من الارهاب. على فكرة حبيبي جان، ممكن فقط اضافة خفيفة. ويقول داعش تقتل الابرياء. عزيزي تعلم دينك وادرس دينك. داعش تتكلم بالنصوص وتتكلم بالحجة والدليل. بالنسبة لها هؤلاء ليسوا ابرياء، هؤلاء مرتدون، ارتدوا عن دين الإسلام وارتكبوا نواقض من نواقض الدين. فكر جيدا قبل أن تقول داعش تقتل الأبرياء، تحقق من ما تفعله داعش، اذهب إلى نصوص داعش، ناقد نصوص داعش. ثم احنا ما مش عاملينك أي شيء، احنا فقط نناقش أفكار، لم نسبي نسائك ولم نأخذ أموالك ولم نحلل دمك أصلا، نحن نقدسك كإنسان، لكن أفكارك خطيرة وهي نفس الأفكار القذرة التي هي في رؤوس داعش وأنت لا تعلم. بكل تأكيد. طيب خلونا نرحب بالصحابي الجليل دانيال عمرو. أهلا وسهلا فيك دانيال. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على استنى وين رايح الرحمن الرحيم؟ في عنا باسم جلدة الحنفية المقدسة بس. طيب باسم جلدة الحنفية المقدسة، السلام على جلدة الحنفية أولا لأنه هو رسولنا، ولعنة الله على المسلمين. بس قرب الميكروفون عن تمك عشان نقدر نسمع الصحابة. وعليك السلام يا أخ دانيال. وعليك السلام يا أخي. هدتك الجلدة للصراط المستقيم. الحمد لله. الحمد للجلدة.
طبعا طبعا اكيد الحمد لله جلدة الحنفية التي تقطر علينا من خيراتها وتدخلنا في فسيحة جنانها. طيب دانيال، دانيال يعني انت التحقت فينا مؤخرا، هو الحلقة هي ردود على تعليقات المسلمين. انا راح اقرا لك اخر تعليق بشان ترد عليه انت بعبقريتك المقدسة. عم بيقول واحد اسمه مستبصر مسلم: يا الدواعش تقتل الأبرياء وتترك هؤلاء المستهزئين بالله ورسوله، قتل وسحل هؤلاء من أوجب الواجبات، فذكروا الله واقتلوهم انتقاما لله ورسوله ورسوله. تفضل دانيال. أنا بداية أعوذ من شر الإله اللعين الرجيم باسم جلدة الحنفية الرحمن الرحيم. يعني يخجل بعض الأحيان، وتحية لألك وللأصدقاء، وأنا بعتذر جيت مأخر بس كان في مشاكل تقنية. يخجل الإنسان ببعض الأحيان عندما يقرأ بعض التعليقات، بيخجل إنه في ناس بعدها يعني عم تتحدث بهذه الطريقة، أو بعد في ناس عم تفكر بهذه الطريقة. بيخجل وقت يشوف إنه مزعوج مني، رغم أنا مثل ما كان عم يذكر الصديق، أنا ما أزيته بإيدي بإجري بعقلي، أنا مجرد عم بطلع وأتكلم، أو جورج أو الشباب دكتورنا، فعم نتفضل نطلع نحكي نظريات. يعني ما بعتقد أنا حتوقع له أذى يكون فيها دماء بيه وأمه وأخته وخيه. فبيطلع يعني بيوضع كلمات استهجان وتهجم ولعن وشتم، بينما بيشوف على الفيسبوك أو على اليوتيوب مجازر عم يعملها أبناء دينه وأبناء ملته وأبناء منطقته وأبناء مذهبه، بيكتفي فقط بكلمة الله يهديهم، أو بيكتفي فقط هدول الخوارج. يعني ما بيتجرأ يروح لمرحلة بعيدة ألا وهي مثلا لعن، أو ألا وهي مثلا التطاول على هيدا الفعل. يكتفي فقط مثل جامعة الدول العربية، يكتفي فقط بأنه يستهجن ويستنكر، أما فعل حقيقي ما في. أما أنت كملحد ففي أفعال حقيقية بده يمارسها معك، ما في شك بالموضوع. إذا شافك حيدخل الجنة وحينكح مع نبيه الكريم الحوريات والموريات وغيره، فأنت بالنسبة له هدف دسم. أما الداعشين ما منه هدف دسم، لأنه هو دجاب يعرف، يعني سلفا، يعني ليش بدنا نكذب عليهم ويكذبوا علينا؟ ما هني سلفا بيعرفوا أنه الأحكام المطبقة بداعش أحكام موجودة بالنصوص وبالشرائع. فعلى أبدهم خالد بن الوليد، فعلى أبلهم علي بن أبي طالب، فعلى أبلهم محمد، فعلى أبلهم الحسين، كله. يعني شو هي الجريمة اللي عملتها داعش؟ قال فيها شيء كرياتيف، يعني فيها شيء ابتكار جديد. ما خالد بن الوليد ولع واحد، داعش ولعت واحد، علي بن أبي طالب قطع روسه، محمد داعش قطعت روس، هداك غرق، هداك غرق. هني عبارة عن فيديو عم نشوفه نحن، لأنه بهداك العصر ما كان في فيديو، هني عبارة عن نسخة. يعني شاءت الظروف والصدف والتطور العلمي أنه خلينا نطلع عليه. بس لو كان جان بهداك الزمان، كل الأصدقاء يعني مش محاضرة بيعرفوها هذه المسألة، لو كان بهداك الزمان في فيديو ما كنا حنستغرب أفعال داعش، كنا حنعتبرها طبيعية، لأنه من 1400 سنة عم بتصير. صحيح صحيح. طيب خلونا نروح على تعليق آخر. التعليق بصراحة بيخصني إلي، في أبو قرصانة عم بيقول: مضيع وقتك، يعني أنا مضيع وقتك اللي ممكن تعمل فيه فلوس بالإسترليني على التاكسي بتاعك، أو تتعلم في جامعات وتأخذ كورسات تنظف مخك، أو على الأقل تجلس تستمتع بالطبيعة مع أولادك، أو تفعل أي شيء آخر بدل تضيع الوقت في حوارات عقيمة سقيمة كباقي القنوات اليوتيوبية. الأقل تفرغ لك، على الأقل هو لازم يكتب، على الأقل تفرغ لكتابة أشعارك اللاذوعية، أو ارتقي بنا بمناقشة الأدب العالمي والعربي، وهات الأخرى طب ابدع بشيء جديد، أو على أصحابك الشعراء تلقون الشعر بدل الرمم التي تستضيفها من الأشكال الوسخة النجسة المليئة زبالات العالم الثالث. يعني بصراحة ما بعرف، يعني أنا قاصر أن الرد. نبينا جورج، يعني النجدة اسعفنا، نحسبه ايه بيقول عليه إيه من الخوارج يعني. انا ضعيف في الاسلاميات شوي، نحسبه من الخوارج عند جلدة الحنفية ولا نزكي على الجلدة يا احمد.
واضح ان الراجل عايز ينصحك نصيحه كويسه يعني، بس نسي ان هو طب ما تروح انت تعمل كده، انت مالك يعني، انت بس عايز شعر ولا ما تروح انت تكتب شعر، انت مالك بحياه الناس، انت قاعد تعب نفسك الناس بتعمل ايه، مش عاجبك يا سيدي ما تتفرجش. شيء غريب جدا يعني، انت ايه اللي مزعلك؟ هو عايز يضيع وقته يا عم، انت مالك؟ هو جه خد من وقتك ناس يعني، ضيع وقته في اليوتيوب، وجي قال لك والنبي اللي تديني شويه من شويه وقت من عندك عشان اتعلم فيهم ولا اكتب فيهم شعر ولا اقضيهم مع عيالي، وبعدين قالوا مش تاكلك، انت مالك؟ ده حاجه عجيبه جدا. وفي الاخر يقول لك العالم الثالث. طيب ما انت واضح ان انت من العالم الثالث، وحتى لو ما كنتش بتعيش في العالم الثالث واضح ان انت تحمل نفس مفاهيم العالم الثالث، فبدل ما تتريق على الناس يا اخي روح نظف نفسك الاول. لا هو حسبنا الجلد. لا هو اكل هم فلوس الاسترليني يعني، اللي طالع من التاكسي. ليث تفضل. صراحة حبيبي ضحكني كثير هذا التعليق، لأنه في نفس الوقت كان في خلك عمل فلوس ثم خلك ذهب درس ونقي نقي فكرك ثم خلك عمل مفهوم الفكرة أعمل كل شيء ولا تتكلم على ديني، لا تتكلم على بابا نويل بتاعي، خليه في جنب ولا لا تنقض ديني ولا تخرج معه، لا تعريد لا تعرديني أمامي، هاي الفكرة بكل بساطة. بالتأكيد كما قال جورج هو يعمل كذا كذا، هو الفكرة هو أنه حايب أنه دينه يبقى غير ملموس، يبقى جميل، ويظن في خياله أنه ليس فيه مشكل، وهو أفضل الأديان على الأرض، وهو الحق، وهو كذا وكذا وكذا. حبيبي نحن أحرار بأوقتنا، نفعل بها ما نشاء ونهدرها في ماذا نشاء. جان الموجود أمامك يتكلم عن الأديان ويعريها ويعمل برنامجات ويعمل في حياته ويكتب أشعار رائعة ويفعل كل هذا في نفس الوقت، ما فيش مشكل، هو يعمل ما يريد بأوقاته. بالضبط هذا اللي كنت أقوله يعني، أنا غير عاجز أنه أعمل فلوس على التاكسي وأشتغل على التاكسي، وغير عاجز أنه أكتب أشعاري والناس بكتبها ووزعها بالفيسبوك والناس كلها بتشوفها وعلى اليوتيوب، وغير عاجز انه يعني اعمل وصفها ايه حبيبي جان؟ وصفها باشعار الدعاره ولا نسيت الكلمه؟ وصفها بالاشعار اللاذوعيه. يعني مثلا هي نهديك نار ولهب، ما عجبت الزلمات. وانا راح كرماله راح القي له مقطع من هالقصيده هي مشان يستمتع فيها، وقال له أنا ماني متوقف عن كتابة الشعر والشعر في دمي، وأنا أصلاً شاعر ولا، وكنت أتمنى بصراحة ما أخوض في ترهات دينك، ولكن دينك الخرافي هو اللي أجبرني إنه أخوض في ترهات دينك. وبشان يعني أنا بعرف المتدينين خصوصا المسلمين يبغضون أشعاري، لذلك سأقرأ مقطع من هالقصيدة هاي. أمتعنا حبيبي. نهديك شمس ولهب، أو شمس، سوري بداية القصيدة كفر. نهديك شمس وقمر وأهازيج أهل الشام والغجر، ولأجلهما سوف يعود المهدي المنتظر، والمسيح المنتظر، والزعيم المنتظر، والمعتصم، وصلاح الدين، وكل من به الذنوب تغتفر. نهديك سفاح يعشق دماء البشر، نهديك شرير، نهديك دكتاتور متعجرف، نهديك إله بالمفيد المختصر. فالنهدين هدول أنا متأكد أشرف وأنضف من ربك اللي قاعد فوق سابع سماوات لا يفقه شيء. طبعا هي بعد إذن رسول جلدة الحنفية. وحتى يا حبيبي المسلم إن أزعجتك هذه الكلمات، أنت عندك كواهب أتراب في قرآنك، عندك وصف للأبكار في قرآنك، عندك وصف أكثر دعارة وألاف دعارة من هذه العبارات. لما يقول ربك في القرآن ويقول أنهم يوم الحساب يكونوا فاكهون في أعمالهم، وتقرأ في المفسرين أنهم يكونوا مع الأبكار يفتحون فيها مرات وبكرة، أليس هذا كلام دعارة في كلام مفسريك اللي تقدسهم والطبري قدس سرهم وما أدري الأسرار كلها هذه؟ بكل تأكيد. طيب خلونا نروح على تعليق آخر ثواني بس يا جنة، في حتة يعني أحب أذكر بها الأخوة المسلمين، لما نفس السلوك اللي بيسلكه هذا الأخ أنا لا ألوم عليه، لأن شيوخه عملوا نفس الكلام. لما ظهر زكريا بطرس، اللي تذكر في بداية ظهور زكريا بطرس وبدأ يعري هذا الدين
ويطلع البلاوي اللي موجوده فيه. كل اللي شفناه من الشيوخ ده طلع واحد انزل الناس اسمه الراجل الاقرع ابو نضاره ده وعمرو اديب برضو نفس الكلام طلعوا قالوا له بلاها نادي ياخد سوسو بالحرف كده، قالوا بلاها نادي ياخد سوسو. يعني انا ما عنديش رد، بس انا هو انا عاجبني الدين، مش عاجبك يا عم الدين روح شوف الدين تاني، بس لانه ما عندوش رد. فهو عايز يقول لك ما يعني ما سيب الدين على جنب، سيب الدين على جنب، هو عاجبني على كده مثلا، روح اعمل اي حاجه تاني وسيب ديني على جنب، عشان لو ان هو ما عندوش رد. لو عنده رد ما كان رد عليك، لو الشيوخ دول عندهم رد كانوا ردوا على زكريا، بس هو نظام ايه، لا طب خلاص مالكش دعوه بقى بديني، هو عاجبني على كده. طب هو مش عاجبنا احنا بقى. بالضبط. ما هو عاجبنا وما راح نتركه بحاله، لانه هذا الدين القذر هذا خرب بيوتنا وخرب اوطاننا وخرب مستقبلنا ومستقبل اطفالنا. يعني ف وين راح نتركك؟ ما راح نتركك حتى نمحي الدين هذا من مخك، هذا الدين القذر هذا نطالعه من مخك هيك وننظف مخك ونسويك بني ادم انسان بكل معنى الكلمه. خلينا نروح على معلق اخر لمراقب 55 اسمه مسمي حاله، عم بيقول لماذا يشترك الملاحده جميعهم بالوجه المسود المظلم، سماؤهم يعني يا ريت تتعلموا الكتابه يا جماعه على وجوههم. سبحان الله، قبل ما تشوف المقطع دون ان يتكلم تعرفوا انه ملحد. كما يتميز هذا المقطع البهائم بالخطاب الهابط، الملحد لا يحلل ولا يحرم، ما عنده مشكله يركب امه، يعني هو شوفوا التعابير، يركب امه يقرفكم انتم وفكركم دينكم الهابط. ملاحظه بسيطه، لماذا الملاحده يصب غضبهم على الاسلام فقط؟ هنا الف واخت او اخته الله ملا ودين شيء عجيب. واخيرا ودت للعاهره، بصراحه يعني انا ما عم بقدر اكمل من الوقاحه، من ان شاء الله برفقه ابليس وفرعون. دانيال خلينا نبدا معك، تفضل شو ردك على هلا نحن والحمد لجلدة الحنفية، نحن وجوهنا سوداء ووجوهنا بتقطع الرزق ووجوهنا ما بعرف شو، انما نحن اخذنا حوريات الدنيا يعني بعصناهم لهول، يعني عرفت كيف؟ اخذنا حوريات الدنيا يعني عرفت كيف؟ فمبسوطين نحن بوجوهنا السوداء يعني، فاذا هن يعني معتبرين انه الموضوع يعني بوجوه سوداء فما بعرف يعني. انا حد مني هلا مثلا في وحده شقره مثلا عرفتي، ما دامتي يعني مثلا ملكه جمال يعني، ما بعرف ليش ما بتشوفني سعدين مثل ما هني بيشوفوني مثلا. اني الموضوع عشان الاخوه الغير شاميين من منطقه الشام، السعدان معناتها القرد. تفضل. القرد سعدين يعني، فما بعرف اني كيف شايفين كيف عم بيشوفونا سود. بكل الاحوال هو بدنا نستوعب الفكر، عاده بس وقت تطلع بالمي اذا كانت المي عكره ففي صعوبة انك تشوف نفسك او تشوف انعكاس من الماء العكر، وبنفس الموضوع اذا كنت متعصب وغاضب في استحالة انك تتقبل الفكرة، اذا في فكرة مطروحة في استحالة انك تتقبلها. دماغ المؤمن محشو حشي من الصغر بالتعصب الطائفي، بالتعصب الفكري، بالتعصب المنهاجي، يعني بنضل نعد من هلأ للصبح التعصب المزروع بفكره. وفي بالمقابل الممنوع في مقابله في عرض، يعني انا بيجي بقول لك انت عم تشتغل عندي ممنوع تشرب قهوه اثناء الدوام، بس لك بعد الدوام بدي اعطيك لتر قهوه خده معك على البيت. المسلم او المؤمن نفس الشيء، بيقول لك ممنوع السكس بس لما تطلع لعند بيت الدعاره اللي فوق بالسماء اعمل سكس قد ما بدك. لذلك بيضرب براسه مباشره انه انت كملحد شو اللي بيمنعك تعمل وتساوي بامك، عرفت كيف؟ طيب اذا قلنا له لهذا الشخص هو اللي عم بيخاطبنا هو نفسه، اذا بكره الصبح اكتشف انه دينه مزيف او انه ما في اله، فهل حيروح يعمل هيك يسوي هيك بامه؟ هل الرادع الوحيد هو كتاب بين جلدتين هو اللي عم يردعه انه يعمل ويسوي بامه مثلا او باخته او في شيء تاني؟ في الاخلاقيات، في المسلكيه الانسانيه، في الاداب الانسانيه، في الاداب الاجتماعيه، رغم انه عم يتعرض ويقول الملاحده ممكن يعمل ويسوي بامه. ما يا مؤمن، ما انت انبيائك كانوا يتجوزوا الاخوه وانبيائك كانوا يتجوزوا الام قبل ما يجي ابراهيم الطويل ويحقق ابراهيم النبي، عم سميه بالطويل لانه نفسه طويل كان، فقبل ما يجي ابراهيم وينزل شرائع يلغي شرائع موسى وموسى يلغي شرائع ما بعرف مين، ما كان الزواج من الاخت والزواج من الام مباح بدينك
بعقيدتك بمسلكيتك المنهجية الإلهية اللي أنت متبعها. هي كانت مباحة، بس ما سمعنا ملحد عنده كتاب بيقول أنه بيجوز تنام مع أختك ولا تنام مع أمك. هي بعقائدكم كانت موجودة قديما، بس ربك كل فترة كان يعمل أبديت مثل الواتساب. أول ما طلع في فيرجن ما كان في فويس مسج، فالشركة عملت أبديت حطت الفويس مسج. ربك نفس الشيء، بعد كتاب بعد فترة أخوات الشليتي مش عم يفهموا بعد الكتاب، عملوا أبديت طوروا الكتاب، لزقون كتاب تاني لزقون كتاب تالت لزقون كتاب رابع. الهوس الجنسي اللي عايشين فينا يعني عايشين فيهن عفوا بخليهم يشوفوا وجهك أسود، لأنه في كره بينك وبينه. أنا ذكرت بأول لقاء مع جورج قلت له أنا أول فيديو شفته إلك، لا دكتور جورج، قلت له أنا كنت شوف العمى ولا شوفه، يعني بكرهه، يعني حتى أني كنت نزل الفيديو يعني إلغي صورة الدكتور جورج وأترك صوته، وعم بسمعه مثل ما بيقولوا على عضد، يعني ما بدي أسمعه، أنه ليش عم بيكذب، ليش عم يعمل ويساوي بديني هيك، مين دافع هذا اليهودي، وين ساكن بتل أبيب، بدي أعرف عنوانه. هلا فيديو 2-3 صرت أقعد برواق، يعني أحمل فنجان قهوة أطلع بجورج شو عم يحكي، شو هو الكتاب اللي عم يحكي فيه، روح جيبه للكتاب، حطتني شي $200 بعدين طالبوا فيهم مش مشكلة هلا طيب على فكرة أنت عم تغلط كثير سيدة دانيال، أرجوك جورج ما اسمه دكتور جورج، لغينا الدكتورة لغينا كل شيء، هو هلا نبينا المقدس، نبي جلدة الحنفية رسولنا المقدس فقط، بس يعني بس نبي الله طرقنا $200 مين بده يجيب لنا إياه نول. لا خلاص هو يعني هو هذا هي تعتبر صدقة، ولما تحكوا بين نبي بين يدي نبي الله لازم تدفعوا صدقة، فالدولارات اللي دفعتها للكتب هي صدقة الكتب اللي قريتها يعني. نبينا الغالي نبينا المقدس تفضل. يعني أعجب لهؤلاء الناس لما يعيبوا على الخلقة وهم يتخيلوا أن إلههم هو من خلقها، فأنت في الآخر بتعيب على إلهك لما تيجي تقول لي ان انا خلقتي وحشة او شكلي وحش او وجهي اسود او كل الكلام ده. طب المفروض ان انت بمخيلتك انت او بمحاسب دينك ان الهك هو اللي خلقني، فهو اللي عمل المصيبة دي مش انا، يعني انا ذنبي ايه؟ ثانيا بيقول لك انا كل ما افتح المقطع يعني اشوف اعرف ان انتم ملحدين وان وجوهكم سودا. طب هل لما بتتفرج على ريتشارد دوكنز مثلا وجهه اسود، الراجل يعني زي الفول الابيض وعينيه خضراء وشعره اصفر، كريستوفر هيتشنز كل الناس ما كلهم بيض ما فيش حد فيهم اسود، وبعدين ايه العيب في ان الواحد يبقى وشه اسود؟ يعني ما ده جزء برضو من القذارة بتاعت نبيكم، ان المنطقة اللي كان عايش فيها بالفكر اللي كان عايش فيه ان الاسود ده عبد وانسان درجة تانية او مذلول او معان، فانت يعني بتفضحوا نفسكم بنفسكم، بتفضحوا نبيكم بنفسكم، نفس القذارة والوساخة اللي كان يحملها محمد في شبه جزيرة الحيوانات من 1400 سنة انتوا جايبينها وعايزين تنفذوها زي ما هي، مفيش فايدة يعني. وبعدين ايه تنط على امك؟ طب انا فعلا مولانا مصر يقول عدل في يوم من الايام، انا نط على امي واختي ليه لو امك واختك موجودين؟ ما يعني امك واختك موجودين، فانا معلش مش هنط على امي واختي لما انط على امك واختك الاول. واذا كانت الحاجه الوحيده اللي منعاك انك تنط على امك واختك هي ان انت الهك قال لك او قرانك قال لك انك ما تنطش على امك واختك، تبقى انت عيل نجس امك ما عرفتش تربيك. لان لو فعلا ثبت زي ما ثبت لك او تغير عقلك زي ما دانيال قال دلوقتي ان القران ده مش حقيقي. طيب اظن الصوت من عند اتى البراق تفضل اتى البراق اتى الوحي تمام اتى الوحي بالضبط اتى الوحي، واكيد نحن راح ننتظر الوحي. طيب ليس معك المكان. نعم حبيبي. صراحة تعليق غبي من كل النواحي، لكن ليس الأول وليس الأخير للأسف، نأخذ وقت ونعلق عليه. وجوهكم السوداء كما قال تعليق، العنصرية ما نتكلمش عليها، سماتهم على وجوههم ظاهرة. في أول فيديو أعرف أنكم ملحدين ولا أدري من هذا الكلام. حبيبي ممكن أن اللي بتصلي إحداه ممكن يكون ملحد وهو مجبر أن يكون في الصلاة مثلاً يصوم أمامك، ممكن أنه في عائلتك في أختك في محجبات فيه ملحدين بالألاف، أكاد أقول بالملايين في هذا العالم العربي. إذن لا تظن أنك ممكن أن تعرف من هو الملحد أولاً في الوجه. ثانياً
أغلب المسلمين اللي عرفتهم بحياتي مغرمون بالممثلين الغربيين وبالممثلات الغربيات، وحتى أنت في أطراف الليل وذكر الليل ترى فيه ممثلات خاصات نوعا ما. لا أظن أنها لما تذكر الإله في هذه الوضعيات قياما وقعودا كما يقول القرآن، لا أظن أنها تكون موحدة على طريقة الإسلام. هذا أغلبهم، لا أريد أصلا أن أذكر أسماء مثل أنجلينا جوليا، وأذكر لك مثل كيرانياتي، أو ممكن كثير أو ممكن كثار، كلهم أغلب المسلمين اللي عرفتهم مغرمون فيهم، يقول كم جميل وكم وسيم وكم وباهر، لم يبقى له إلا الإسلام. لا 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 حبيبتي، هو الإسلام هو اللي عفاه. لكن قضية الوجوه هذه قضية غبية أصلا من كل النواحي، مهما أخذتها لا يمكنك أن تعرف ديانة. مثلا أنت الآن مؤمن، بين دقيقة أختها صرت ملحدة وارتدت على الإسلام، وجهك سيتغير، شكلك سيتغير، صوتك سيتغير، راحتك ستتغير، ستبقى أنت لن يتغير شيء. هي ممكن نعطوا تفسير علمي لهذا الموضوع. الدماغ فيه دائما إحساسات، فيه طرق يشتغل بها مختلفة، لما يكون يحب، لما يكون يكره، لما يكون يرغب، لما يكون ينفر، فيه ميكانيزمات مختلفة تجعل أن الإنسان لما يكون مثلا أمام شخص لا يعجب شكله أو لا يعجب أفكاره يربط الواحدة بالواحدة. إذا كان لا يعجب شكله فممكن أفكاره حتى إن كانت حلوة تصبح أفكار لا يقبلها حتى وإن قبلها في ميثاق آخر. ونفس الشيء بالعكس، ممكن أنه لو لقى جورج مثلا، أخت مسلمة تسب جورج، لو عرفته بدون الفيديوهات ممكن طلبت منه الرقم. ونبينا وسيم وجميل وهو البرهان على الأرض. مهم، لا طلبت منه الرقم، لكن إذا عرفت أفكار وعرفت أنه ضد الدين، أب تغير قفل أوف، تجد أسود وسماتهم على وجوههم ظاهرة، وإلى آخر من هذا الكلام. كلام فارغ. توقف أولا من مشاهدة الأفلام الليلية، ثم اكره وابغض كل الممثلات اللي تشوفهم في المسلسلات وفي الأفلام الغربية، ثم تعال وتكلم وقل للحبيب جان الوسيم قل له أنت وجهك أسود. شكرا على كل شكرا لك ليو، واهلا بك نبينا. نحن بنعرف انه نزل الوحي عليك، في لذلك انقطع الخط بيننا وبينك، فنتمنى الوحي يكون مبشرك باحد المبشرين بالجنه، واتمنى اكون انا يعني. فعلى كل طب انا في عندي رد كمان للاخ، وبصراحه يعني بالنسبه للوجوه السوداء والبيضاء يعني هي ثقافه عنصريه، نبيك هو اللي اسس له وذكر في قرآنك ربك هو اللي أسس له، وأنا ما بدي أدخل كتير في الموضوع هذا. وبالنسبة للي بينطوا على أمهم وأختهم، بصراحة يعني أكبر دليل، وأنا رديت على هيك تعليقات من قبل، يعني أكبر دليل هو نبيك لما شاف مرت ابنه، شاف فخذته من وراء باب الخيمة، قال سبحان مقلب القلوب، ونط عليها بآية من ربك. يعني فأنتم أول من أسستم لزنا المحارم مثل ما بقولوا، وأول من يعني إذا بتروح على مجتمعاتنا سمعنا كثير من القصص اللي نط على أمه وعلى أخته والمصايب السوداء هاي. على كل خلونا نروح على تعليق آخر. كمان الأخ عبد المرهوني عم بيقول ما هو تعريف الإلحاد؟ 2 ما هو مبدأ الإلحاد؟ 3 ما هو سبب الإلحاد؟ 4 ما هي فكرة الفكرة الأساسية للإلحاد؟ وهل من الممكن أن نؤسس مجتمعا كاملا ملحدا؟ وما هي الطرق التي يمكن أن تتبع لتغيير الأفكار نحو الإلحاد؟ يعني 5 أسئلة في تعليق واحد. إذا نبينا سمع الأسئلة هاي والتعليق هذا، تفضل نبينا. أنا لا أعتقد أن هذا الشاب مسلم، يعني مسلم؟ هو مسلم، ولكن يعني بتعرف يتهكم يعني هؤلاء الحمقى، يعني مشكلتهم أن هم، لأن زي ما أنا قلت في المناظرة مع أشرف، المناظرة الثانية مع أشرف، هم متخيلين، لأن هو عمره ما سمع عن حاجة اسمها ما فيش دين، هو متخيل أن الحد دين برضه، ولازم عشان يقدر يكلمك أو يناقشك لازم يحطك في نفس الخانة ان انت دين وهو دين، فعشان هم متعودين على ايه، ثم
شويه الحوش دول مسيحيين بقى ومسلمين واليهود وبتاع متعودين يقبحوا البعض من عند بعض. فلو انت بقى رسولك عمل ايه؟ لا انت اللي مسيحك عمل كذا بيقبحوا البعض، انت كتبك فيه ايه؟ لا ده انت كتبك فيه كذا. فلازم عشان يلاقي عندك حاجه والا الموضوع لا يستقيم بالنسبه له. فهو عايز يحطك انت في خانه الدين، عايز يحط الالحاد في خانه الدين عشان يقدر يهاجمك من هذا المنطلق كان. لكن يعني لحظهم السيء جدا ان الالحاد ليس دين. تعريف الالحاد ببساطه هو نفي الدين، نفي وجود اله. بس انا الالحاد موقف ان انا ارفض وجود اله، ارفض فكره ان في اله بيكلم البشر وبيبعت انبياء وبيخطط حياه الناس وبيتدخل في كل حاجه، حتى لما تروح تشخ تاخد معاك ثلاث زلطات وبتاع، هذا اله تافه. فانا ارفض هذه الفكره. بس ايه بقى مبادئ الالحاد؟ مش لازم مبادئ الالحاد، في حاجه مثلا اسمها مبادئ عدم لعب الكوره، في حاجه اسمها مبادئ عدم علم الكيمياء، مفيش، لان ده هو الموضوع كله عباره عن نفي فقط لا غير يعني. فايه مبادئ المبادئ؟ ان مفيش واحد بيلعب كوره. ممكن حد لو هو قال لنا ايه مبادئ عدم لعب الكوره نقول له احنا مبادئ الالحاد. طيب خلينا نروح نشوف الاخ لوي. تفضل اخي لوي. نعم حبيبي. ممكن تعيد فقط الاسئله ونجيب عليها بسرعه. ما هو الالحاد؟ الالحاد موقف من الاديان وهو نفي. ما هو تعريف الالحاد؟ ما هو مبدا الالحاد؟ ما هو سبب الالحاد؟ ما هي الفكره الاساسيه للالحاد؟ وهل من الممكن ان نؤسس مجتمعا كاملا ملحدا؟ وما هي الطرق التي يمكن ان تتبع لتغيير الافكار نحو الالحاد؟ ممكن السؤالين الاخيرين هم الوحيدين اللي عندهم قيمه بالنسبه لي. باقي الاسئله مرتبطه فقط كما قال رسولنا جورج انه الإلحاد فقط موقف من الأديان، وهذا لما نأخذ العبارة اللاتينية، لأنه إذا أخذنا الفكر الإسلامي فهذا أغرب وأفقر، لأن كل من يسمى ملحد النظرة الإسلامية كانت نظرة ضيقة جدا، أخذت طرقت المجتمعات أهل الكتاب ومشركين، لكن الذي لا يؤمن بأي إله مثلا أو الربوبي بصفة غريبة لا يدخل لا في مشرك ولا في أهل الكتاب، فسموه أنه حاد على طريق الحق فقط. إذا من النظرة الإسلامية البحثة الإلحاد هو لم لكل من هو غير مشرك وغير الكتاب فقط. لكن من ناحية الغربية الملحد فقط موقف من الدين، لا إذا لا مبدأ لموقف من الدين ولا أسس ولا دين ولا قواعد ولا آخر. هل يمكن تأسيس مجتمع مبني على الإلحاد؟ فكرة سؤال جميل حتى وإن كان ممكن على طريقة التهكم، لكن السؤال هو هل يمكن بناء مجتمع على الدين فقط؟ السؤال المقلوب، هل يمكن بناء مجتمع فقط على الدين؟ لم يوجد في أي تاريخ من التواريخ أو الأزمنة مجتمع بني فقط على الدين. الدين بناية شخصية وبناية اجتماعية في نفس الوقت، صلحت لي ممكن أن تكون عندها معنى في وقت من الأوقات، لكن دائما عندها مدة صلاحية تنتهي بها، سواء أخلاقيا علميا أو فكريا أو حتى تنظيميا للمجتمع. إذا الدين ليس أمر ساقط من السماء، هو أمر بشري بحت يا حبيبي، بحث حبيبي فقط. المعتقد بصفة عامة يمكن أن يكون عنده أدوار في المجتمعات، وفكرة الإلحاد أو نفي وجود الخالق عندها تأثير في المجتمعات. شوف المجتمعات اللي فيها غالبية ملحدين مثل الاسكندنافا والسويد، وترى الجانب الإيجابي لعدم الإيمان بالخرافات وبالقصص الفارغة، تجد أن الناس يستغلون حياتهم أكثر، يعطون ويقدسون الحياة البشرية والحيوانية، يطورون ما لهم ويتركون أشياء أفضل لأبنائهم. وشوف المجتمعات اللي فيها الفكر الخرافي متفشي، يقول لك الله هو الأقوى وما شاء فعل وما قدر قام وإلى آخره، ولا يترك أي شيء ويدمر كل شيء. ماذا تركنا لنا هذا الأفكار؟ سواء كان مسيحي أو إسلامي أو بوذي أو ماذا تريد، لما يكون الفكر الديني وفكر وجود دنيا أخروية أعلى من الحياة الواقعية تأثيرها على المدى الطويل مدمر. هذه بالنسبة للمجتمعات الإلحادية. والسؤال الأخير حبيبي جان، السؤال الأخير كان ما هي الطرق التي يمكن أن تتبع لتغيير الأفكار نحو الإلحاد؟ شكراً، هذه فكرة أنا أفكر فيها كثير. وصراحة لما أقول هل من الممكن أصلاً القضاء على كل الأعداد الهائلة من كذا أو كذا، أو تغيير الأعداد الهائلة من كذا وكذا، صراحة أربك، لأنه أقول مليارات الأشخاص كيف يقوم؟ وتم أفكر هل بقي شخص يؤمن بالزوس أو بالآلهة الإغريقية؟
وأقول كان فيها ملايين أشخاص، ونسبة في نسبة العالم مثلا كانوا 20 أو 30% من سكان العالم، عدد رهيب مثلا إلى ذلك الوقت، كيف زالوا؟ وهنا أفكر وأقول لا نحتاج لتغيير فقط الأشخاص الموجودين حاليا، فكلهم يموتون ويذهبون. الناس اللي آمنت بزوس لم نقتلها كلها ولم نغير أفكارها كلها، ذهبت وفنت فقط، لكن الأجيال الجديدة هي اللي غيرت الإنسانية، الأجيال القادمة هي الأساس. إذن حبيبي الوسيلة الأولى للفكر سميه كما تريد، اللاديني أو المعترض للخرافات أو التنويري سميه كما تريد، هو العلم والتعليم وإنارة الأجيال القادمة، هذه كافية لتغيير كل الجلدة قدس قدس سرها، كل الجلدة القديمة. أخي ليش أنا بس بدي أضيف هنا أن التكنولوجيا الحديثة يعني هي اللي توحد الثقافات، وأكيد الثقافات راح تتوحد في المستقبل المنظور على الأقل. فضل. تمام تمام تمام، هذه ايضا التكنولوجيا، لانه احنا في 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 صميم ثوره، الناس مش عارفه انه لما مثلا ظهرت الطباعه كان فيها ثوره عظيمه وعميقه، لما كان فيها الزراعه كانت ثوره ايضا في مرحله الانسانيه. الانسانيه بصفه عامه لما تمر تضعف عددها وتثلث يحدث دائما ثوره عميقه تغير الانسانيه، مش هندخل في هذه التفاصيل، لكن تاريخ طويل للبشريه يظهر هذا الامر، ونحن الان في ثوره صراحه، العلاقه بين البشر تتغير، والعلاقة بين الثقافات وبين المجتمعات تتغير. لكن أنا أخذت فقط الفكرة من ناحية بسيطة لأظهر أنه من الممكن تغيير المجتمعات، ومن الممكن إيصال الفكرة للعام. إذا كان أغلب أجيالنا مثلا، تخيل الآن كل من يولد أعطينا له الحرية الفكرية التامة، وأعطينا له الاختيار بين الكتب السماوية وبين الكتب العلمية، وأعطينا الوسائل النقدية، ماذا سيحدث غدا؟ ماذا سيحدث؟ لن يبقى فيه تقريبا أي مؤمن الآن لو فعلناها الآن. إذن مش مستحيل، مش حلم أو تخيل أنه في يوم من الأيام سيزول أي دين ويكون فيه معتقدات أخرى. هذا هو الإنسان، يحتاج لمعتقدات ولبناء أفكار، لكن سليمة أكثر فأكثر، نرتقي أكثر فأكثر، نعمل أخلاق ونعمل قوانين التي تسمى وضعية، لكن هي ما أجمل هذه الكلمة، أننا نحن نضع حياتنا وسيرتنا وشريعتنا. بكل تأكيد بكل تأكيد، يعني مثل ما قلت أخويا لو، يعني في معتقدات جديدة تنبني، يعني بصراحة مثل هلأ في ناس تؤمن بالطاقة، يعني هي أول ما كان في ناس تؤمن بالطاقة، فهي أشياء جديدة يعني تخف عبء الأديان والطقوس والأشياء، هي إلى أفكار يعني شبه يعني روحانية بينك وبين نفسك، ما لك علاقة حتى بمجموعات معينة يعني. وهذا الشيء الجيد يعني التكنولوجيا اللي عم تحدثه على أرض الواقع. طيب دانيال، أنت معنا دانيال الصحابي الجليل؟ دانيال معكم بس ما أعرف شو صار بالكاميرا. طيب ولا يهمك بالكاميرا، المهم أنت تقدر جاوب على السؤال ولا أرى لك الأسئلة. هي السؤال هو الإلحاد بشكل عام، هو أنا يعني الإلحاد ما له تعريف محصور، يعني تعريف موحد أو تعريف محصور، الإلحاد له عدة تعريف موجودة، هذه التعريف يعني مش من رأسنا، هي موجودة، بس أنا بؤمن بالتعريف اللي بيقول الإلحاد العودة إلى الأصل، العودة إلى اللحظة الأولى من الوعي، يعني وقت اللي بيولد الإنسان بيولد، هذا هو الإلحاد، العودة إلى الأصل، وهو قبل ما نبرمجه لهذا الكائن بمعلومات وحشي معلومات بدماغه، فهذا هو بالنسبة لي أنا الإلحاد، أو هذا أكتر تعريف أنا بحبه للإلحاد. مثل وقت اللي بتقوم شركة مايكروسوفت بصناعة كمبيوتر، الكمبيوتر بيكون فاضي ما في عليه شيء، بيجي أنا بشتري لهذا الكمبيوتر وبلش دخل عليه معلومات، الكمبيوتر لم يعد جديد، أصبح مستعمل أو أصبح في معلومات معينة. المؤمن هو الكمبيوتر الموضوع عليه معلومات لأهديها أمه وبيه أخته وخيه إلى آخره والمجتمع. أما أنا فبفضل يعني بالنسبة لي الإلحاد هو العودة إلى الأصل واللحظة الأولى من الوعي للإنسان فقط. النقطة الثانية، كيف نقضي على الإيمان؟ خلينا نطرح السؤال بصيغة تانية ونقول كيف نقضي على الإلحاد مثلا، يعني خلينا نبرم السؤال، خلينا أنا كمسلم بدي أفكر كمسلم، بدي أقول كيف أقضي على الإلحاد؟ أقضي على الإلحاد من خلال إثبات الأحاديث والآيات الموضوعة بكتبي، إذا كان توراة ولا إنجيل ولا زبور أو قرآن، من خلال إثباتها بالعلم وضرب هذه الآيات بالأبحاث العلمية وتوافقها مع الأبحاث العلمية. فإذا وجدت متوافقة معه بيجي بضحك على الملحد وبقول له تفضل يا ملحد،
انت مش مؤمن بوجود اله، بس هيدي الايات متماغمه 100% مع كيت وكيت 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 الى اخره. فكيف يتم القضاء على المؤمن او على المؤمنين، يعني كيف يتم على الفكر عفوا بتم القضاء عليهم مثل ما تم القضاء مثل ما ذكر صديقنا ليو بانه كان في ناس تعبد الشمس. طب ليش هدول وين راحوا؟ وين اختفوا اللي كانوا يعبدوا الشمس؟ كيف اندثرت هذه الطائفه او هذه الديانه؟ بكل بساطه اختفت هذه الديانه وقت اللي ظهرت اجوبه علميه شرحت شو هي الشمس وكينونه الشمس وشو وظيفه الشمس. وانت عم تعبد شمس، في مليار شمس غيرها او في مليار نجم غيرها، خلينا نقول التسميه علميه. فسقطت هيدي الديانه او سقطت هيدا الفريق العابد للشمس. واليوم المؤمن العلم بدا يطعم فيه للمؤمن، والعلم بدا يعني يوجه لكمات. العلم مش قاعد عم يكتشف اكتشافات حتى ينال من الدين. العلم مش سائل على الدين ولا على رب الدين اساسا يعني، ولا بباله الدين. العلم بكل بساطه عم بيقدم ابحاث علميه عم توصل لنتيجه كات وكات وكات وكات. مثلا بيجي بيقول انه الله خلق هذا الكون او خلق هذا الكوكب بسبعه ثمان ايام يعني، وباليوم السابع ارتاح. بدناش نفوت بتفاصيل القصه. باليوم الاول كان الظلام فقال له كون نور، يعني صارت الشمس قبل القصه رجع هيك. بينما العلم بيجي بيقول لك تعال يا عمي، انت مش قاعد بسوق خضره، انت مش قاعد بسوق خضار، انت في 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 تسلسل واحد اثنين ثلاثه حصل، والشمس مش موجوده قبل الكون، ما هن لا، والنجوم ما بتوقع على الارض. يعني في احد الايات الانجيليه، ما بعرف اذا انجيليه ولا توراتيه، بس المهم يعني بتقول النجوم تقع على الارض. هو يمكن كان شايف انه النجوم مثل البرغش بالسماء، يعني انه صغار لبعد المسافه، فقال لك تقع على الارض. مش عارفين النجم جسم ممكن يكون بحجم الشمس او قد الشمس بخمسين مره، لفقر معلوماته العلميه. ف القضاء على الدين بيتم من خلال وضع الاجوبه والاكتشافات والتقدم اكثر علميا وعلميا وعلميا. بتلاقي هول الفارغين، انا بسميهم فارغين العقول لانه ما بيفكروا اكثر من موضوع هل يجوز نكح اخته ولا ما يجوز نكح عمته مثلا. فبتلاقي هدول النكاحين اتباع بطل العالم بالنكاح، بتلاقيهم بلشوا يتساقطوا واحد ورا واحد بكل بساطه وبكل سرعه، يعني ما بيقعدوا بيهدوا. فهذا هو الجواب بظن انا. بالضبط بالضبط. بصراحه انا ما عندي شيء اضيفه غير شغله بسيطه على اخر، يعني اخر، وما هي الطرق التي يمكن أن تتبع لتغيير أفكار الأفكار نحو الإلحاد؟ بصراحة الطرق هي اتبعت وخلصت، يعني الطريقة اللي أنت عم تشاهدنا فيها وتواصلنا نحن كلياتنا يعني من 10 سنين كانت غير متاحة بصراحة يعني، وكانت أفكارنا ما ممكن تصلك بهالسهولة وبهالسلاسة هي. فالطريقة الطرق يعني نوجدت وانتهى الأمر، يعني مثلا الواتساب، الفايبر واليوتيوب والفيسبوك، وهالطرق البسيطة حاليا مقارنة بالطرق اللي بعد 10-15 سنة رح تجي، يعني طرق بسيطة جدا. يعني هالطرق هي أكيد رح توحد الثقافة الإنسانية، والإنسان في النهاية رح تكون في ثقافة واحدة، ثقافة العولمة، ثقافة كوكبة، خلينا نقول كوكبة الأرض، الثقافة الإنسانية اللي تبتعد عن الخرافات، تبتعد عن كل أشياء وتعتمد على المنهج العلمي. فالطرق بدايتها هي أنا وأنت كيف عم نتواصل عن طريق اليوتيوب، هو أول الطرق. يعني أظن يعني هذا جوابي يعني للسؤال الأخير. طب خلينا نروح نشوف نوار واد عم بيقول: ماذا لو قابلت الله وقال لك أنا موجود وأنت كنت كافر، كيف تتملص من السؤال؟ سؤالي لا أزاد أريد الإجابة، يعني لا أزال قصده، لا أزال أريد الإجابة منه عليه. يعني هو مصر على نجيب على سؤاله. نبينا المقدس فضل. هل تريدون إجابة حنفية ولا إجابة عادية؟ لا، إجابة حنفية طبعا. الإجابة الحنفية: لن نرى الله لأن الله غير موجود، وده كائن وهمي. لا، جلدة الحنفية هو اللي موجود. فأنا أرد عليك أنت السؤال، أنت ماذا ستفعل أيها المسكين عندما ترى إلهنا جلدة الحنفية؟ يعني ستتبول في سروالك، وبعدين هياخدك يرميك بقى في العذاب الأبدي في حمام السباحة الغويط. تعمل إيه بقى ساعتها يا مسكين؟ أنا أخشى عليك يا أخي، توب وارجع إلى جلدة الحنفية. نفس الكلمتين اللي أنت قلتهم بس أنا رديتهم عليك. وفعلا الإجابة بقى الحقيقية ايه؟ الله يعني اللي انت حاطط في دماغك ان مفيش غير الله، مفيش 50,000 اله ب 50,000 دين، وكلهم على فكره بيقولوا نفس الكلام اللي انت بتقوله.
فانت نظريه باسكال، هذه النظريه المتخلفه او الباسكال ويجر او هذا الميزان المتخلف اللي هو كان حاطط في دماغه ان يا اما في اله وهو اله ده اله واحد بس، يا اما مفيش. طب يا عم لو انت تموت، ما احنا كل حاجه بقى كلها هي افتراضات. يعني لو انت دلوقتي اساس السؤال ان هو بيسالنا ان احنا نفترض اذا كان في الله هنطلع نلاقيه ويحصل هذه المحادثه السخيفه. طب نفترض بقى ان انت طلعت لقيت بوذا، طلعت لقيت فيشنو، طلعت لقيت زيوس، هيبقى ايه وضعك انت ساعتها؟ ما انت هتبقى برضه بنفس الوضع السيء، وساعتها هتبقى ايها المسكين مش هتقدر تجيب. ولو لقيت الاله جلده الحنفيه يعني هيعمل فيك اللي ما تعملش، هيفتح الحنفيه على دماغك. سؤال سخيف. وبعدين لو فعلا انا وجدت الهكم بقى اللي هو ياوي، اله العهد القديم او اله الاسلام، انا يعني مش عارف اقول لك انا ممكن اعمل فيه ايه. اولا سابصق في وجهه، يعني ثانيا ساطلب منه ان يقدم حسابا عن كل الجرائم والمذابح والشر الموجود في الكون منذ ان بدا الكون لحد اللحظه اللي انا شفت فيها. ده اذا كان فعلا الهكم ده موجود المفروض يقدم لمحاكمه عادله. ده مجرم حرب وارهابي وقاتل وسفاح وبيدوفايل وعدو للاطفال وعدو للمراه، مفيش جريمه ما عملهاش. اباده جماعيه ماشي، كل حاجه، كل الجرائم البشعه عملها، خلق الامراض وخلق الفيروسات وخلق البكتيريا وبهدل الناس وعمل سرطان للاطفال، مين يحاسب على الكلام ده كله؟ ده مشاريبه هتبقى تقيله جدا، انا بحسبه عصير، المفروض اعمل الحاسب وان شاء الله يحاسبني. اترك اللقط لكم ومعكم جلدة الحنفيه. بكل تاكيد، شكرا شكرا نبي جلدة الحنفيه. بصراحه انا بتمنى في النهايه يطلع له هذا جلدة الحنفيه ويغرقه بالميه بقى. طيب دانيال، معك تفضل. انا الظاهر اكلت دعاء من المؤمنين فما فيش صار بالكاميرا، قلت لي انه الكاميرا ناطره اذنك، ما بعرف بشو مش عم بها. لا فهمان روسي انا بس يعني هي تكلمت على البشاشه حبيبي دانيال وعلى الشقروات وعلى كذلك، ممكن انه فيه مسلم خاف على زوجته. انا كنت حابب ارجيهم يعني، بس انه ما يعني لك يعني ماشي ما بعرف. بركتك جلدة الحنفية، ما بعرف اذا جلدة الحنفية في يقرط شي دعاء من عنده يساعدنا فيه يعني. عن شو كان السؤال؟ انا عفوا نسيت السؤال، انا متابع بس. طيب خلي عندك سؤال، عم بيقول ماذا لو قابلت الله وقال لك انا موجود وانت كنت كافر، كيف تتملص من السؤال؟ تفضل. هلا انا اذا شفته لله يعني لي عتبه كبيره عليه لله. يعني اول شيء انه انا يعني بايام الضعف واليأس والمشاكل يعني كثير ناجيته، وينك يا الله يا زلمه انه ساعدنا شوي، مد ايدك يا اخي، مد اجرك، انا رضيان انك تمد اجرك مش ايدك، عرفت كيف؟ لي عتب كبير يعني لله يعني، وكمان عتب اكبر يعني انه هالجرائم هالمجازر، انه بعثت لك 30-40 نبي يعني. طب ما بنستاهل نحن شي واحد من الانبياء غير مولانا جلد الحنفيه؟ موضوع اخر يعني. موضوع مولانا جلدة الحنفية إجا جديد هلا، أنا عم نحكي قبل يعني قبل 5 سنوات حتى ما يقوم يدعي علي ومدخل النار. فهذا الإله يعني مثل ما ذكر الدكتور جلدة مولانا نبينا جلدة الحنفية، هذا الإله مشكلة يعني. أنا إذا بكرة طلعت أي واحد أي عكروت فين حيكون ناطرني فوق يعني؟ هذا هو السؤال يعني. إذا طلعت لفوق قال لي يا عرس أنت كنت عم تعبد الله المسلمين، قلت له مين حضرتك؟ قال لي أنا الله اليهود. لكون أكلت هوا بالرفش زي ما في رفع حتبادل، حيمسح بكرامتي الأرض يعني، عذابي حيصير عذابين. وكذلك الأمر إذا طلع لي إله يعني المسيحي يعني حيقول لي كنت ماشي ورا محمد يعني ومبسوط بحالك، فحيعملوا مني شاورما يعني. فهذا الموضوع بالذات يعني تعدد الآلهة، تعدد الآلهة بفيد بفقر وضعف الفكرة. لو كان الإله واحد ورسالته واحدة موحدة ما في غيرها، نفس الرسالة مضمونة واحد شرائعها واحدة، يعني مثلا المسيحيين بفوتوا على الكنيسة بالحذاء، المسلمين بفوتوا بلا حذاء، المسيحيين كل ما يدخل الفم مثلا طاهر، المسلمين عندهم اشياء مثلا محرمة. ففي اختلاف بالعقائد وفي بالكتب المقدسة، حتى في اختلاف بالأحكام. فهذا بفيد انه الإله مش واحد، نطرنا فوق 4-5 ليام صحوا الارض فينا. فنحن بالنسبه لنا نحن حننجى. ليه؟ لانه انا قلت لفوق اسمعوا يا شباب نحن ما امننا بولا واحد فيكم، انتم قرطه يعني عاملين مشاكل بالسماء، نحن ما خصنا بربكم يعني، نحن جماعه حياديين، نحن لا ابيض ولا اسود، نحن بالنص ماشيين، صفوا اموركم مع هالمؤمنين يعني. اله المسلمين خليه يطبش بالمسيحيين، والمسيحيين اله المسيحيين خليه يعمل يسوي باخت المسلمين يعني.
فأنا بالنسبة إلي ببساطة يعني فكرة إنه وجود إنه اتفاجأ بوجود إله بالنسبة لي فكرة سخيفة جدا جدا جدا، لأن لو فعلا هذا الإله كان موجود الأولى والأبدأ والأهم هو مش إني اتفاجأ بوجوده، هو يكون في دلائل واضحة على وجوده، دلائل قاطعة لا تحتمل لا التأويل ولا التنظير ولا التدوير ولا اللف والدوران. بكل بساطة أنا بدي أؤمن إنه جورن موجود يا أخي، أنا بدي أؤمن جان بورو موجود، على ما أقل مثلا أنا بشوفه لجون فأنا مؤمن بوجود جون. مش بيجي نبينا جلدة الحنفية بيقول لي في كتاب إنه في واحد مثلا موجود بفرنسا اسمه جان عامل كذا، يا أخي أرجيني ما فيك تشوفه. طب خليه خاطبني مباشرة، أنت بشو أحسن مني حتى يعني بعت الرسالة معك ببعتها معي ما بعتها، أنت بشو مميز؟ هذا التمييز وين تم؟ هذا الانتخاب وين تم بالنسبة للأنبياء مثلا؟ ليش أنت تم اختيارك توصل رسالة للجميع؟ الله تبعك أخرس، الله تبعك بيستحي يا أخي، بنلبس من نتحجب إذا بيستحي، إذا بيخاف نعمل له شيء ورا الحيط، يعني إنه شو الموضوع يعني؟ يعني هيدي الفكرة الفكرة الأهم، إنه يكون في إشارة واضحة، أعطيني دليل واضح، يا أخي اكتب لي بكرة هيك، خلي شي 50-60 كوكب يجتمعوا مع بعض على نظر جميع الناس، لا فوتوشوب ولا صورة، يجتمعوا على 50-60 كوكب بالجو، كل البشرية تشوفهم يكتبوا الله، حنؤمن، حنقول فعلياً في إله. هذا العنكبوت يعني بلش يحط صور له بالجو فصار الموضوع يعني مقبول، فأنا هذا الجواب يعني هذا الرد على الجواب. طيب شكرا كثير لك دانيال لوي. أنا حبيبي جان، أنا أسأله وأقول له ممكن كل أفكار تقالت لكن أنا فقط أعبر عليها بطريقة أخرى. تخيل أنه الإله اللي تعبده خطأ كما قالوا لك، وتخيل أنه طلع إله بوذا وإله أي ديانة أخرى، فأنت الآن بعبادتك تغضب الإله الصحيح أكثر. أنا على الأقل لا أعمل أي شيء. إذا كان إله مثلا تخيل أنه إله غضوب مثل في دي أغلب ديانات الإبراهيمية، فأنت لما تكون تخيل المسيحي الذي ظن هو يعبد إله الحقيقي ولكن هو يقوم بما تسميه أنت بكفريات وشرك، فهو يغضب الإله الحقيقي أكثر فأكثر فأكثر لكن يظن أنه يعبد على طريقته الصحيحة. ونفس الشيء للمسيحي، أنت ترى المسلم كذال وكأنه وهو أيضا يشرك على طريقته ويقتل ويذبح باسم الإله، وهو لكن يقوم باسم الإله بالنسبة له صحيح هذا الأمر صواب، لكن هو يغضب الإله أكثر فأكثر وأكثر. إذن فكرة باسكال وهذا القصة المريرة التي تكرر كثير 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 هي في الحقيقة فكرة فارغة، لأنه لما نقارنها بمشكلة تعدد الأديان تفنى في دقيقتها. لا 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 فيه 4000 أديان، إذا طبقنا فيه تفكير باسكال على 4000 أديان ماش فيه يبقى شيء، ما احنا عارف أصلا من نبدأ ومن نخلص مع هذه الأديان. فأي إله أرضي؟ إذا أرضيت إله أغضب الآخر، لا حل. الحيادية ممكن تكون أفضل حل، حتى وإن آمنت بهم كل ممكن أن الإلحاد هو أفضل طريق. غريب غريبة عبارة، لكن منطقيا إذا أخذت منطقك وطبقته على كل الأديان هذا هو الطريق الوحيد الذي سأسلكه. وأضيف نقطة أخرى في 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 مشكل حتى وإن مت ماذا ستقول للإله؟ يا أخي أنا على الأقل أنتقي من صفات إلهك أنه عادل وأنه يمكن أن يفهم أنني أنا لي شبهات كما تسميها أنت. أنا لم ألحد أصبحت هكذا وقلت الدين غير جميل. يا أخي علمونا النار وعلمونا عذاب القبر من صغرنا، وضعهن في الحليب، خوفونا كل صباح وكل أمسية في الصلوات في الأدعية في الخطب. أتظن أننا ألحدنا وتركنا هذا الدين هكذا هواء وفرحة؟ كلنا بحثنا في الدين على طريقتنا، وجدنا مشاكل عويصة وكبيرة فيها، مشاكل أخلاقية تتنافى مع إنسانيتنا، مشاكل علمية، مشاكل ثقافية، مشاكل تاريخية. أصلاً لما أسمع بعض الشيوخ يتكلموا لي على التاريخ وعلى مالك بن نويرة والآخر يضحك وبشوش وبصرحة ويتكلم على شخص يطبخ فوق رأسه، يا أخي أنا تركت لكم هذا الدين وتركت لكم هذا التاريخ كله، من حقك إنسان أن أقول هذا الشيء. إذن لا تتخيل أننا تركنا الدين فقط عبثاً هكذا لرغبة في أنفسنا. كان ممكن، أنا أعرف شيوخ يقول لي يا أخي افعل كل شيء ولا تلحد، إزني، اشرب، اقتل، اسرق، لكن لا تلحد. يا أخي لا أفعل أي شيء من هذه الأشياء وألحد، لأن إنسانيتي أخذتني لهذه الطريقة. بكل تأكيد طبعا. أصدقائي خلونا نقرأ التعليق، أنا عجبني كثير بصراحة، من ماركو
XW عم بيقول I saw Allah in my dream yesterday. He told me, are you atheist? I respond, yes, sure. He told me, stop being sad. I am atheist too. خلونا بس خلونا نترجمها للأصدقاء اللي ما بيعرفوا الإنجليزي. عم بيقول بس أشوفه قدامي. عم بيقول امبارحة أنا شفت الله بحلمي فقال لي هل أنت ملحد؟ أنا رديت عليه وقلت له إيه طبعا أكيد أنا ملحد. فقال لي توقف أن تكون حزين، لا تحزن يعني أنا كمان ملحد. فالله طلع ملحد كمان يعني، فلا تحزنوا يا أصدقائي، برعاية جلدة الحنفية كونوا ملحدين فإن الله معكم، ملحد أيضا. خلونا ما بعرف أنا أصدقائي، أنا راح أطرح تعليقين وأفتح السكايب، ولا أفتح سكايب مباشر لأنه صار ساعة وكسور يعني، وأنا بعرف نبينا العظيم يعني حدوده الساعة، بدنا اليوم يعني ننتقل عليه شوي العيار يعني للساعة ونص معلش. هذا عرف جلدة الحنفية ولا رد لكلمات الجلدة. جون ممكن يزن عليه الواحد على الساعة ونص، شو بتعمل؟ بلاش يرج ويطلع من تمه رغوي تأسل لكم يا. طيب ناخذ تعليق آخر من إبرامان سلام، عم بقول موضوع الدين وتعريف الدين موضوع كبير، أما التمسك في الدين فله أسباب كثيرة، منها الوعي الفكري، ومنها القناعة، ومنها مستوى العلم، ومنها الخوف من العذاب وغيرها من الأسباب. ولكن ما السبب الذي يدفع الناس لترك دينهم؟ دائما السبب يعود إلى أو قمع معين من أفراد آخرين وليس من الدين، ومشاكل نفسية نتيجة اضطهاد. يعني هو ليس قصده يقول إنه أسباب ترك الدين ما هي من الدين بالذات، لكن هي أما قمع أو مشاكل نفسية. وأسباب دخول الدين والتمسك بالدين هي الوعي الفكري والتعليم وكل الظواهر الصحية. يعني نبينا العظيم تفضل. مش عارف الناس دي يعني هل يمتلك ذرة من عقل؟ يعني اللي كتب التعليق هل هذا الإنسان يمتلك ذرة من عقل؟ هل التمسك بالدين هو نتيجة الوعي الفكري، أي نوع من الوعي الفكري؟ طب ما أنت يعني هناخد الكلام اللي أنت بتقوله ونشوفه أمثلة على أرض الواقع. في ناس متمسكة بالدين جدا، وأكتر الناس المتدينين والمتمسكين بالدين، والعيال اللي هو بقى حليلك شنب ومربي لك دقن وعامل زي منظر القلة كده، بوش عامل زي القلة اللي هي الطيز يعني، حالة كده عامل زي الطيز. ده لا، فين الوعي الفكري؟ ده عيل في قرية مش متعلم، يكاد يكون ما بيعرفش يقرأ ويكتب، أو داخل الكتاب اتعلم يقرأ القرآن بالعافية، مستوى حضاري متخلف جدا، مستوى مادي متخلف جدا، ولكن متمسك بالدين. ففين هو الوعي الفكري؟ أم سيد بتاعت اللبن متمسكة بالدين، أم أحمد بتاعت البرسيم متمسكة بالدين، البيت صفحة بتاعت الفيديو متمسكة بالدين، فين الوعي الفكري؟ ده لو الكلام اللي انت بتقوله ده فعلا يصح، يبقى لازم ما تلاقيش حد متمسك بالدين غير بقى يعني دكاترة الجامعات وطالع، الناس اللي هي من اول درجة البي اتش دي وطالع، دول اللي عندهم الوعي الفكري. انما لما تلاقي صفحة عندها تمسك بالدين، فين هو الوعي الفكري اللي عند صفحة؟ الحياة بقى دي مشكلة، مصيبتهم السودة. وفعلا يعني ده السكيب جوت او الطريقة اللي هم بيحاولوا يبرروا بيها للدين مساوئه، ان هو يحاول ياخد كل المساوئ دي ويلومها على مجموعة معينة، فيقول لك ايه هو ساب الدين عشان الشيوخ علموا الدين غلط، او الشيوخ قدموا خطاب ديني سيء، او حصلت له مشكلة نفسية وهو صغير. فدايما المشكله يعني تبقى يا اما عليك انت، يا اما على واحد من الشيوخ مثلا او الاخوان المسلمين. يعني لازم نجيب حد شيطان ونلبسه كل المصايب عشان في الاخر نبرئ الاله ونبرئ الدين، مع ان الناس دي يعني الشيخ اللي علمك الدين علمك الدين غلط ازاي؟ يعني مش قاعد بيقرا لك نفس القرف ده، ايه يعني علمونك غلط ازاي مثلا؟ فين ليه التبرير ده يا اخي؟ واجه مشاكلك بنفسك لو انت عندك وعي فكري تعلم زي ما بتدعي. اما تقرا الدين انت، ليه انت تخلي الشيوخ يشرحوا لك الدين؟ اقرا الدين انت وشوف. بالضبط. تفضل. بقولك حسبنا جلدة الحنفية. حسبنا جلدة الحنفية بكل تأكيد. طب معنا اتصال من الأخ جانو، تفضل أخ جانو. أخي جانو تفضل. في صوت؟
في صوت، تفضل. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا دكتور جورج. طبعا هو مش امي مثل نبي صلاعمة، هو دكتور، يعني اذا انا بحتاج الى لمن امرت هو بيعالجني، هذا اول فرق. واذا مرضت هو يشفيني طبعا. ثاني خليني اكمل سلامي لك طبعا اخي جان، شكرا. الاخ ليو حبيبي والاخ دانيال، طبعا هذا اول مره يعني مباشرة أنا أحكي معها، تحياتي لك حبيبي. بالنسبة لتعريف الإلحاد، أنا ملحد بالنسبة لي كوجه نظر هو موقف إنسان من الأديان من أجل الإنسانية بكل بساطة. يعني ما في ملحد أنه ما عبر نهر الإنسانية مشان يكون الناس سواسية، مش أنه يفرق تمييز الأديان، تمييز العنصري، تمييز كل هذه التمييزات اللي في حتى في السياسه. ثانيا بالنسبه للمؤلفين والمسلمين، هم ما بيسوون يعني بين قوسين الخطايا مشان في عقوبه تنتظرهم، لكننا احنا الملحدين ما بنسوي الخطايا مشان اخلاقنا وضمائرنا ما تسمح لنا، انسانيتنا ما تسمح لنا انه نسوي نفرق او نجرم اشخاص ثانيين باسم الالحاد او باي تسمي ثاني. فهذا هو الفرق بين احنا ما بننتظر ولا بنخاف انه بعد الموت راح يصير فينا، بس هذا سلوك حيواني. يعني طبعا مع احتراماتي للمستمعين، سلوك حيواني انه اذا ما بتطعم الكلب ما راح يكون وفي لك، إذا ما بتطعم الحيوانات الثانية يعني ما راح تكون هي خد واعطي، هذا هو. بس احنا ما ننتظر من أي عطاء، وأخلاقنا وضميرنا هو الهدف للإنسانية أو اللي نرجو فيه. يعني كان في كثير أشياء صار خلال التعليقات، كان بودي انه اشارك، يا ريت الحلقه الجايه انه تفتح جوجل هانج اوت مشان حتى الوجهات النظر المختلفه كمان بيشاركوا معنا مشان يتعلموا. اكيد جانو اسفين كثير، يعني بصراحه جوجل هانج اوت الليله اخر ليله لجوجل هانج اوت، وجوجل هانج اوت راح ينمحي، راح يصير البث مباشر على اليوتيوب، وهيك قررت شركة جوجل. يعني 12 بالشهر آخر نهار و13 يوم جديد لن يكون في جوجل هانج اوت، يعني للأسف. اوكي، راح نقدر نستعمل السكايب. لا اظن 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 راح كله يكون، بصراحة انا ما بعرف كيف راح يكون التعامل مع اليوتيوب. اليوتيوب نفسه ذات نفسه هو اللي يكون صاحب البث المباشر وكل شيء، فكيف راح يكون راح نشوف بعد كم ساعة، وراح اجرب التجربة. وطبعا بكره راح يكون معنا كافر مغربي كمان. طبعا انا بنتظر هذا الحلقه بفارغ الصبر، تحياتي طبعا. شكرا كثير جانو. اقول لك كافر مغربي لانه هو انسان بكل معنى الكلمه، واخ عزيز علينا. طبعا تحياتي لك ولنبينا دكتور جورج ولليو ولاخ العزيز دانيال، مشتاقين للنبي سامي. يعني لازم تلاقي طريقه مشان اكيد راح نجيبه كمان رياض وسال واحمد. طيب شكرا كثير لك اخي جانو، شكرا كثير. في عنا اتصال من الاخ احمد دنانة، تفضل اخي احمد. احمد تفضل. انا بتمنى الاخ احمد. أحمد تفضل. أحمد ألو تسمعني يا أحمد؟ أحمد يا ريت إذا عم تسمعني. طيب الأخ أحمد ما عم يسمعنا، أنا آسف كتير يعني بصراحة أخي أحمد. خلونا نروح
نشوف شوية تعليقات. في الأخ راكان عم بيقول كيف سنقضي على الفكر الإسلامي في ظل الجهل والتخلف وقلة الوعي لدى الشعوب العربية التي الآن تقدس محمد وقرآنه القذر؟ الرجاء الإجابة. أخي لوي خلينا معك، إذا تفضلت جاوبنا على السؤال الأخ راكان. نعم، ما سمعت السؤال جيد حبيبي جان. السؤال عم بيقول السؤال كيف سنقضي على الفكر الإسلامي في ظل الجهل وفي ظل الجهل والتخلف وقلة الوعي لدى الشعوب العربية التي إلى الآن تقدس محمد وقرآنه القذر؟ تفضل. فيه عدة طرق للقضاء على الفكر الإسلامي. فيه الفكر الخارجي كما نعمل الآن بالنقد وبالتنوير وبدعوة للقراءة والدرس، وفيه أيضا الفكر الداخلي، بمعنى أنه أنت إذا غيرت كل ما يوجد داخل الإسلام وجعلت أن الإمامة المرأة صحيحة وأنه ما فيها بلاء ولاء ولا براء وما فيه قتل وما فيها ومحمد ليس فيه كذا وكذا، ونزعت كل ما هو داخل الإسلام من سموم ومن شرور، فما بقى إسلام أصلا. لما تأخذ مثلا الدعوة دعوة القرآنيين أو شيوخ مثل نسيت اسمه شيخ يدعي أنه أزهري ويعطي فتاوى أنه الحجاب مباح وأن الخمر فقط مكروه وإلى آخر من الأمور، ما بقي إسلام. فيه طرق كثيرة لتدمير الإسلام، فيه أيضا على الأقل لتغيير هذا الفكر الإسلامي. فيه أيضا الفكر التاريخي مثل ما يقوم عظيمنا السيد القمي بالتنوير الفكري وبالعمل على المدى الطويل وببطء، عمل التنوير والثقافي. أنا أجد بعض الأحيان في التعليقات مسلمين يقول لي أنا مسلم من أديولوجية يسارية وأقبل كل كلامكم، ويضحك معنا في شربة الخرافات مع نبينا جورج ويعلق معنا في عدة أمور. صراحة ماذا بقي له من إسلامي حتى أسميه إسلامي أو داعشي؟ إذن الفكر الإسلامي اللي احنا نحاربوه كلنا في عدة طرق لقص أنيابه. أيهما أسرع أيهما أفضل؟ أنا مع رأي حبيبي أحمد حرقان في الموضوع. الضرب في الأصل، الضرب في جذر المشكلة، وهو محمد القرآن والدين في حد ذاته. هو خرافة وأسهل أن تعمل مباشرة في هذا الأمر، وهذا ما نقوم كلنا هنا. أكيد أكيد أخي لوي. طب معنا اتصال من الصحابي الجليل كريم، تفضل أخي كريم. كارم سوري. مساء الخير كرم. كرم أهلا وسهلا كرم. كرم كريم يعني كله بيصب الكرم، تفضل. وعطرتهم بغطراتها بغطرات الندى المقدسة. طبعا أنا كنت أحد الضالين فترة بسيطة إلى أن لمست الجلد قلبي و آمنت بها وآمنت برسولها ونبيها وغيرت اسمي الكفري إلى عبد الجلدة صنبور ابن الحنفي. هذا أنت يا الصحابي القليل، وقد ذكرت يوم أمس يا الصحابي القليل. أنا كذلك سميتك مغضب الله ابن الحنفي. مغضب الله ده مغضب الله واثق ابن الحنفي، أنك يمكن أكثر واحد أغضبت الله فعلا، يعني لو في الله عندك يا ويلك. يعني على اللي سويته فيه. فأنا حاب أهنيكم وأشكركم على المجهودات الرائعة الأخ لي والصحابي الجليل. نشكرك حبيبي، نشكرك على العمل في الصفحة، شكرا جدا. الله يخليك. والأخ نبينا المقدس عليه وعلى آله القدرات المقدسة على الموضوع اللي فتح لنا إياه وعلى الإله اللي جاب لنا إياه، وعن جد خلانا مجال إنه يعني على الأقل إذا ما كان في تغيير فيها ضحكة. فمجرد ضحكة حتى لو كان مسلم دخل ما تغير، مجرد إنه يشك. أنا أعتقد إنه الهدف الأساسي لإلنا يعني أو لإلي بشكل خاص إنه فقط مجرد إنه يشك it's fine. مدام إنه شك ما راح يفجر حاله لأنه مش متأكد إنه حياخذ حور عين أو حيروح جنة which is fine. هاي بحد ذاتها كخطوة أولية. لكن الجميل الطريف حتى بالصفحة اللي ممكن تشوفه بلاحظه يعني مثلاً إنه 99% من التعليقات إيجابية، لكن بتلاقي تعليق بتكون قصة مكتوبة مثلاً يعني قصة عن نبي الإسلام تيبيكال، بس أسامي متغيرة يعني. يعني قصة نزول الوحي مثلاً بدل ما كانت غار كانت في المستشفى على النبي جورج، كان بالمستشفى شفت ليل بدل ما كانت غار، وبدل الوحي كانت مسورة. فبالآخر بيجوا يضحكوا ما هالتغيير، يعني بيجوا بيضحكوا عليك المسلمين بيقول لك إنه أشياء سخيفة أشياء تافهة. طب كويس، انت مش شايفها كويس انها تافهه وسخيفه، ركز. طيب ما هو الاساس اللي كان سخيف. انا لو قلت لك بمستشفى مثلا زي الوحيد، طب ما كان نظيف معقم، كان نزل لك بحفره. فهمت علي؟
الحكي. صحيح. فممكن على الأقل تعمل لهم شرارة، تنورهم أو تشككهم، أو حتى لو ما أدت لأي شيء، نعتقد أن الضحكة بحد ذاتها مكسب هالأيام العصيبة اللي بنمر فيها. بكل تأكيد. أشكركم الأخ دانيال برضو. شكراً. وحشنا له زمان ما سوى فيديوهات، ما سوى. على كل يوم الأربعاء عندنا حلقة مع الأخ دانيال بصراحة عن قصص الأنبياء. يوم الأربعاء أنا ودانيال لوحدنا، وأنا بتمنى نبي جلدة الحنفية يشاركنا يعني في الحلقة. فيها يثريها يقدسها يباركها بالفعل. تسلم. هو يقدس كل شيء، من بس وضع يده بالشيء فأصبح مقدس يعني. وطبعا الأخ كرم أنا أعرف أصدقائنا المتابعين، هو طبس، هو مدير صفحة نبينا وديننا الجديد، ديننا الجديد، دين جلدة الحنفية المقدسة. مؤرخ من أهل الحديث. أوكي. أمين الوحي. أنا بدي أطول عليكم، في اتصالات عندك كثيرة. طيب. أو بصراحة في اتصالات كثير، وأنا آسف كثير أصدقائي، أنا ما عم بقدر يعني ألحق اتصالات، وآسف إذا عم بسكر لأنه في ناس عم بحكوا معي. في أصدقاء ثلاثة واقفين على الخط، وأنا ما عندي غير خط واحد يعني، اتصلوا كثير. فأنا ما بعرف نبينا شو كيف نتصرف، نتصل فيهم ولا في أي تعقيب عندكم؟ الأخ سام كمان رجع اتصل فينا، في عنا أربعة هلا بدنا نتصل فيهم. أصدقائي أنا آسف كتير لأنه مضطر نشوف رأي نبينا ورأي. طيب رد يا طيب خلينا نرد على أخ سام تفضل. تسمعني أخ؟ أسمعك. تسمعني؟ أسمعك. أحط صوتك على الخط ولا لا؟ أنا إذا كنت تسمعني أنا أوكي. شنو؟ أسمعك. تسمعني كويس؟ تفضل. أوكي شكرا. الله يخليك. أنا حبيت أردت أن أتدخل. سمعت على يقولوا بأن الملاحدة يعني ينكحون أمهاتهم وأخواتهم وكل شيء، عن النقطة هذه خاصة. تفضل سامي. أنا سأتكلم من كتب الإسلام. زين المحارم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة وحجاج، قال حدثني شعبة يعني من كتاب أقول لك مسند أحمد، بأنه محمد وهبت نفسها خولة خالته. فهمت علي؟ خالته لمحمد. فهمت علي؟ تسمع فيها؟ نعم أسمعك تفضل. خالته يعني وهبت نفسها بالآية هذيك، وهبت نفسها لناس استنكحها. فهمت هذيك الآية؟ ومرأة المؤمنة وهبت نفسها للنبي، وإن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من غير المؤمنين. بالآية هذه في كتاب مسند أحمد، بأن خولة بنت حكيم رضي الله عنها حسب المكتوب، بأن في حديث رقم يعني 26050 بأن وهبت نفسها ونكحها محمد. فهمت؟ هذا مكتوب بس مش قوي. وهي خالته يعني محمد نبي الإسلام نكح خالته، تريد أن تقول وهبت نفسها ونكحها؟ بس هاي مكتوبة في عطيتك حتى الرقم يا حبيبي، مسند أحمد. في مسند أحمد خالة محمد وهبت نفسها لمحمد ونكحها. حديث رقم 26050. فعلا حدثنا عبد الله، حدثنا أبي عن لكن مش نقول لك الخلاصة. فهمت علي؟ بالضبط. مكتوبة حبيبي. بالضبط. يعني كيف يلومونا احنا لأن الملحدين حننكم خلاتنا؟ فهمت؟ هذه الأولى. وهم نبيهم. على كل حال أخي سام أنا بشكرك كثير، لأنه في عندي اتصالات لازم نشوف نغطي للكل. أنا بشكرك كثير، هذا كثير معلومة جيدة لأخوتنا المسلمين اللي يتهمونا أنه نحن بننكح أمهاتنا وخالاتنا. محمد نبيكم في مسند أحمد نكح خالته نكح خالته وهذا المهم نكح. بعدين رقم الحديث مرة أخرى، رقم الحديث في مسند أحمد 26050. هل سجلتم يا مؤمنين؟ هل سجلتم؟ اللهم فاشهد إني بلغت.
يا جدة الحنفية إيش هذه فأني بلغت. هذا ما كان موجود كان نكحني إلي يا زلمة. كلهم يكتبوا في عم جوجل جست نكح النبي خلاله هو يعني ماشي يعني ماشي شكرا كثير. بس بدي اخذ اتصال ثاني مشان لانه جلدة الحنفية مشان ما تغضب علينا اخذ اتصال ثاني ونرجع. شكرا كثير اخي سام. طيب خلونا اخذ اتصال ثاني من اخ اسف كثير هو اتصل عدة مرات. انا فنومنا 27 انا اتصل فيك يا ريت تجاوبني. اتصل كذا مرة وما قدرت. طيب انا مضطر اخذ اتصال اخر لانه مصطفى يا ريت تجاوبنا. الو مصطفى يا ريت تقفل اليوتيوب. الو تفضل. ازيك يا اخي جان؟ اهلا وسهلا مصطفى. اهلا وسهلا تفضل. انا بمسي على اخونا جلدة الحنفية العظيم الاله الاعظم. وعاوز اسال بس عاوز اساله اخونا دكتور جورج. ده مش اخوك يا مصطفى. ده نبينا ده النبي. لا ما انا يعني في الطريق ان شاء الله قريب هبقى هتنبأ كمان وهبقى نبي ونبي عظيم يعني. ما هو الانبياء مش لازم يكون واحد بس. هو دلوقتي بقى مرحبا بك في صف النبوة. الشرق الاوسط انا اتولى المنطقه بتاعت امريكا الجنوبيه لان المنطقه دي محرومه من الانبياء فانا هتولاها يعني. عاوز اقول له بس هو جاب كلمه جلد الحنفيه دي منين؟ ده على فكره الكلمه دي لها تاريخ معانا. طبعا انت ما عندكش وقت بس انا هي جميله جدا يعني تعبير ممتاز وفي الجول يعني زي ما بيقولوا. طيب بس عاوز اقول له يقول لي هي فين؟ اكيد. تاني حاجه عاوز اقول عاوزين برضو نناقش في حلقة أو من الحلقات إيه البديل عن الأديان في منطقة الشرق الأوسط؟ إن المنطقة دي يعني معلش مع احترامي لكل الناس الموجودين المنطقة دي الناس في المنطقة دي مش متربيين يعني إيه؟ يعني الحكام والحكومات خلوا الناس دي تبقى جهلوا الناس دي. فالناس مش متربية. الناس اللي بيرضعها وبعدين ما فيش قانون. يعني في امريكا مثلا الملحد فيه قانون او في اوروبا او في كندا الملحد فيه قانون بيمشي على الجميع ففي حاكم للناس. المنطقه دي لو كل الناس قال حد مفيش في المنطقه دي قانون وناس مش متربيه يعني ما عندهمش اي رضع يرضعهم هيبقى تلاقي غابه يعني. طيب يعني انا بشكرك كثير مصطفى. انا بشكرك بصراحه الوقت ضيق عنا لانه في اتصال ثاني وفي كثير بصراحه الاخ اللي لازم يجاوبنا على اسئله نبينا. طيب ماشي. شكرا. واحده بس الكلمه دي واحده. تفضل. هيثم طبعا انا بحيي اخونا الدكتور او نبينا الدكتور جورج على انه يعني على الكلام ان هو بيرد على هيثم طلعت ان هيثم طلعت ده بيجيب واحد ويقعد معاه وهما الاثنين مستمعين مع بعض ويقعدوا بقى يباصوا في بعض ايه ويفهموا الناس ان يعني الدنيا جميله وان الالحاد ده فعلا ده في مشكله وفي فالكلام اللي بيقوله الدكتور بول ده فعلا ممتاز وجون وشكرا جزيلا. شكرا حبيبي. طب نبينا جلدة الحنفية يا ريت تحكي لنا قصة جلدة الحنفية يا ريت تفضل. المصطلح نفسه جبته من عادل إمام في مسرحية الزعيم لما كان بيتكلم عن علي هبلو اللي هو من أخير عاملة كده. فهو قال إن علي هبلو كان بياخدوه في المعامل بره يثبتوا عليه إن الإنسان أصله جلدة الحنفية. ده المكان اللي انا جبت منه التسميه. الفكره نفسها جات لي في مره وانا بعمل احد المقاطع كنت بضرب امثله ان ممكن الاله ده الناس الربوبيين اللي بيثبت لك ان في رب وخلاص. انا مش سامعك عشان انت بتتكلم. لو اوكي يا جدع. الناس اللي كنت بتكلم عن الناس الربوبيين او الناس اللي بتعمل مناظرات مع الملحدين فبيجي يثبت ان في رب ويروح كتير جدا منهم هيثم طلعت ومنهم رشيد ده انا تناظرت معاه في احد الكنايس وكذا شخص يعني تناظر معايا. فكل اللي بيعمله ان هو بيثبت ان في رب ويروح يحاول يثبت ان في رب ويروح والجماعه الربوبيين دول كلهم حتى المسلم بيحاول يبقى ربوبي في هذه المناظره. ف
فكنت بقول ان لو احنا في هذا المقطع لو احنا هنفترض ان في رب ما وخلاص، لان ده كده اكتر حاجه بتقدروا تثبتوها. ما بتقدرش تثبتوا الرب ده اللي هو بقى ياوي ولا الله ولا هو ده الاله الحقيقي، لا بتثبت ان في اله وخلاص. فقلت خلاص ممكن يعني الاله ده ليه لازم يطلع الله؟ ما انت مش قادر تثبت ان هو الله، ممكن يطلع جلدة حنفية في الاخر اي حاجه، يعني ممكن تشيل اسم الله وتحط مكانه اي حاجه تاني ويبقى واحد تاني خالص غير اللي مكتوب عنك. فانت لو عايز انت تثبت لينا ان هناك اله، لازم مش بس تثبت لنا ان في اله وخلاص، لازم تثبت لنا اله بالظبط وكل بقى مواصفاته التي نزلت في كتابك، اذروايز ما تاكلش دماغنا، يعني الكلام هيبقى ملوش معنى في الاخر. بالضبط بالضبط نبينا. طيب معنا اتصال من الاخ فنومنا اظن 27، تفضل. هشام 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 اسف هشام, هشام. اهلا وسهلا هشام، تفضل. مساء الفل على الناس الحلوه، ازيك جورج وليو دانيال لاول مره، تفضل حبيبي. صوتي مسموع عندك؟ طبعا. طيب انا كان ليا يعني ثلاث تعليقات بسرعه كده عشان مش عايز اطول عليكم، انا عارف ان عندك اتصالات كتيره. اول حاجه بالنسبه لموضوع باسكال ويجر اللي هو السؤال بتاع ماذا ستفعل لو الواحد مات ولا الله، ده ان دل على شيء يدل على ان السائلين السؤال او الناس المؤمنه مش عارفه المايند سيت او اليات التفكير بتاعه الانسان المتشكك او الانسان الخارج من الدين. العمليه مش اوبشنال، يعني هي لو العمليه اوبشنال يجرب ان هو يلحد يوم. العمليه يعني موضوع الشك ده، لو احنا افترضنا ان في اله كلية القدره وكلية المعرفه، ما ينفعش يضحك عليه بان انا اخد حتى لو هو مش 4000 دين، دين واحد. ما ينفعش ان انا اخدها ب وات اف، لانه هيبقى عارف الوات اف. صح صح. الحاجه الثانيه بموضوع الحديث اللي هو 26156 ده، هو الجدع ده ما كانش بيعمل حاجه غير ان هو الحديث. كيف حبيبي؟ الحديث اللي قاله سام اعتقد من شويه 26152، هو الجدع ده سيبها لي 26152، هو ما كانش بيقول غير احاديث ولا ايه؟ هو كان قاعد بس بيتكلم والناس بتسجل. حس كده جابهم منين دول؟ ده لو بيقول كل يوم حديث ما كفوش عمرين ثلاثه اربعه. يعني بصراحة دين ملعوب فيه. ملعوب ده ملعوب بأفاه بقى. الحاجة الثالثة اللي كنت عايز أعلق عليها، لأن السؤال ده اتكرر كتير، إيه هي البديل الأخلاقي في الوطن العربي للدين؟ أنا أعتقد إن الموضوع معكوس، هو يعني إحنا السبب اللي بيتعمل على اليوتيوب وكل شوية واحد بيطلع وشكل جديد بيطلع بيتكلم في موضوع الدين، انه احنا شايفين ان هو العكس، ان وجود الدين كمنظومه اخلاقيه هو اللي مفسد الاخلاق. انه انا النهارده لما بركن لحاجه منظومه فاسده اخلاقيا وحاسس ان دي حاجه الهيه، دي بتخليني زي ما ادفعش ضرائب مثلا انها مش مذكوره في الاديان. لو انا اسقطت الاديان من المنطقه العربيه اعتقد ان everything will fall into place، مش فقط الدين مش هيبقى فيه اخلاق، ان الانسان بطبيعه بتاعته هو محتاج لمنظومه اخلاقيه. هي الكارثه ان هو مركون الى المنظومه الفاسده اللي هو متخيل ان هي منظومه الهيه، وعلشان كده هي منظومه فاسده. صحيح صحيح. طب بشكرك كثير اخوي هشام، شكرا كثير. اتصال اخير راح ناخده، وانا اسف كثير اصدقائي نبينا جلدة الحنفيه عم بزورني، ف يعني مضطر بس اخذ اتصال واحد لا اكثر. طيب معنا نيرمين، اظن نيرمين معنا طيب لا اشوف نيرمين، اظن نيرمين ما عم تجاوب معنا، اسف كثير. طيب خلينا، طيب انا اسف كثير اصدقائي، ما راح اقدر اخذ اي اتصالات. نرجع الكلمات الاخيره، وانا اسف كثير اذا في عندكم اي تعقيبات. نبينا جورج طولنا عليك واسف كثير، صار يعني فوق ساعه ونص، وانا بعرف حدك ساعه، حدودك ساعه، وهذا تجاوز مني، وانا خايف من عقابك ودينا جهنم بقى. ساسال لك المغفره، احنا ما عندناش جهنم، احنا عندنا الغرق.
عندك بحر من الظلمات تغرق. بعده عند محمد إمام عنده ليلتين، خليه ينكح فيك من الليل. تفضل نبينا جورج. يعني حلو ان احنا نقعد نرد على تعليقات المؤمنين كده، عشان برضو ايه، في كان في مقوله في سفر الامثال يقول لك جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يصير حكيما في عيني نفسه. فالجماعه دول لما يقعدوا يتكلموا ولقيت ما بتردش عليه افتكر بقى ان هو انتصر عليك وذهب يعني وبتاع. فكويس ان انت ترد عليهم عشان حتى لما الناس تقرا تعليقاتهم يبقوا عارفين ان احنا عندنا رد مش عبط يعني. وكل الكلام اللي للاسف الشديد بقى كل كلامهم وكل تعليقاتهم هي نفس الحاجات المذاعه المعاده اللي سمعناها، يعني حتى ما فيش واحد فيهم بيتعب دماغه انه يفكر فكره جديده. يعني عايز تنتقدني مثلا، طب فكر فكره جديده يا اخي، اطرح طرح جديد. نفس الكلام هو اللي عمال اللي انا سمعته من سنه ومن سنتين ومن ثلاث سنين ومن ست سنين، واللي كان لما تشوف مناظرات قديمه مثلا لواحد زي ريتشارد دوكنز ولا كريستوفر هيتشنز تلاقيه كان قايل الكلام ده واحد مسيحي خلقي سنه 1960، النهارده بيقولها ايسن طلعت وبعد شويه بيقولها الاخ ايا كان بقى اسمه هنا على الفيديو بتاعك. ففكروا في حاجه جديده يعني، مش لا حول ولا قوه الا بجلده الحنفيه، واسال جلده الحنفيه مغفره لي ولكم ايها الاخوه المؤمنون، والقاكم عن قريب يعني باذن جلده الحنفيه. شكرا شكرا. باذن جلده الحنفيه راح نلقاك عن قريب نبينا جورج. طبعا الصحابي الجليل دانيال، تفضل كلمه اخيره بتحب توجهها للمؤمنين المسلمين، يعني اصحاب التعليقات الذهبيه اللي بصراحه يعني مثل ما بقول افحمتنا بعبقريتها. تفضل. هل ستنكح خالتك او لا؟ هذا كبير تعليق يعني، هذا اكثر تعليق. انا صراحه يعني حابب انه روح يعني لغير مكان تكون الرسالة لأصدقائي الملحدين ولأخوتنا الملحدين، لأنه موضوع المسلمين ما بيعنيني وجه لهم الرسالة، طالما أنه الإنسان مغالق دماغه وطالما أنه الإنسان ما حابب يتقدم، يعني حابب يضل مسيطر عليه من لحظة ما بفيق الصبح بده يفوت على الحمام بفوت باليمين ولا بالشمال، مسيطر عليه بهندامه بشكله بلحيته هل بيطولها هل بيتركها بكل شيء مسيطر عليه، فأنت ما فيك تجي تحرر العبد من العبودية إذا أدمن على العبودية، وهيدي ناس أدمنت العبودية وأدمنت الركوع، فمستحيل أنت تجي تقدر تقيمة بخطاب أو بكلمة لأنه أدمنوا هذا الموضوع. الإدمان يحتاج إلى علاج، أنا بشوفهم مرضى لذلك ما فيني خاطب المريض بكل بساطة، أحتاج إلى مخاطبة المريض بسلسلة من الشروحات والآخر. فخليني استغل الخاتمة بتوجيه رسالة لأصدقائي وأخوتي وأحبتنا الملحدين بأنه يتشجعوا أكثر، بأنه يتقدموا أكثر. نعم السخرية مطلوبة لتحطيم المقدس، والسخرية مطلوبة لنزع رداء القداسة عن القرآن الشخصية المعينة النبي المعين، ما عدا نبينا جورج اللي بيقرب عليه لنعمل نسوي بحريمه. مش بس أدعي محمد أبضيات، من عنا كمان أبضيات، وطبعا بدعين لأصدقائي كمان الملحدين اللي بعد ما أجهر وعنده القدرة على الإجهار يطلع يبين صورته، يبين أدائه العلمي، معرفته، توجهه الفكري حتى نستفيد منه أكثر نحن أيضا، لربما تكون في معلومة طائرة هون أو هون يقدر يعرضها نستفيد أيضا منه نحن. أنا ما بعتقد أنه في حدا فينا منصب نفسه أستاذ، أنا يعني بكل بساطة أشخاص عاديين موظفين حتى بشي بمستشفى شركة طيران شركة تاكسي اللي هو أشخاص عاديين عم نطلع نحكي يعني. فمثل ما أنت كنت دائما نقول عم برجع بكرر هذه الكلمة إنه المنبر للجميع، فالمفروض إنه الجميع يتحد ويعتصموا بالحنفية جميعا ولا يتفرقوا يعني، ويكونوا يعني أشجع ويثبتوا حضور، المهم إثبات الحضور حتى لا يعود ينال مننا بالسهولة اللي عم بتصير. يعني أنت إذا بتختلف مع شخص واحد وأنتوا كنتوا عشرة من السهل إنك تنال منه للواحد، بينما إذا كنتوا أنتوا عشرة وهن عشرة في صعوبة من انك تنال منه، لان في حسابات بعيدة بدك تصير تقوم فيها، هذه الحسابات انه عددهم كتير، ردة الفعل ممكن تكون كذا، ردة الفعل تكون كذا. وانا دايما بقول وبرجع بكرر انه نحن عددنا مش قليل، نحن مش مستضعفين، نحن مستضعفين انفسنا ومستقلين بقدراتنا ومستقلين بعددنا، لانه الاصدقاء متخبيين يعني خايفين من شيء ما بعرف شو الخايفين منه، انه الموت الموت. اذا في شيء انا كخاتمي بحب اقوله، إذا في شيء الإنسان بيستاهل يموت لأجله هي أفكاره ومبادئه ورؤيته للحقيقة،
غير شيء ما بعتقد الإنسان بيستاهل أو يعني خرج إنه يموت لأجله. ومرسي لكم على الاستضافة. شكرا دانيال، شكرا. طبعا أنا بحب أذكر أصدقائي إنه بعد بكرة رح يكون معنا حلقة خاصة مع الأخ دانيال عن التخاريف الإسلامية. طب خلينا كلمة أخيرة أخي ليث، تفضل. نعم حبيبي جان، أنا استمتعت بالحلقة كالعادة، استمتعت بكم الكل. أول تصحيح صحيح صغير أخي في الجلدة، الجلدة ديانة جلدة الحنفية ليس أصغر دين، هو أسرع دين انتشارا في الشرق الأوسط أكمله. شوف الإحصائيات أخي، هذا فقط لإفهامك. ممكن نواصل الكلام فقط حبيبي دانيال في النقطة هذه ونعطي تعليقات للمسلمين على كل. أنا متفق معه. ممكن أضيف أنه لما يكون عددنا أكبر، فيه النقطة اللي ذكرها أنه لا نصبح فرسانا سهلين أو يظنوا أننا بعدد قليل، لكن حيكون فيه أيضا موجة فكرية، حيكون فيه تبادل ويكون فيه انتشار وانتشاء في الأفكار وفي القابلية على الظهور والقابلية على الاستفتاء والقابلية على إظهار ما هو قوانا وما هو فكرنا. لا يجب أبدا أن نستهزئ بالعدد، لا يجب أبدا أن نستهزئ بذرة رمل. كن أنت التغير الذي تريد أن تجده في العالم وأن تجده في الآخر، كن أنت أولا هذا التغير. وممكن يكون تغيرك في كلامك، ممكن يكون تغيرك في كتابة مقالات، ممكن يكون تغيرك، لكن كن أكتف، ما تكونش فقط مشاهد ما بتعمل إلا لايك كما يقول الأخصال، وتترك وتنتظر الأخ جان يعمل حلقة جديدة. صح، الحلقات حبيبي جان شيقة وأشعار جميلة، لكن ساعدوا بالمشاركة، ساعدوا بالتعليقات، أجب على التعليقات المسلمين اللي تجدها. أنت أيضا لك حق في الكلام، كما قال حبيبي دانيال، مش نحاطين نحن أساتذة ودكاترة في الإسلاميات كلنا وأمور كهذه أو في المسيحيات. نحن ناس بسطاء اكتشفوا وبحثوا في الأديان، كل على طريقته، كل عاش حياته مع جزء من هذا الدين، ويطلع يتكلم على تجربته الشخصية، الأفكار اللي قراها، الأمور اللي يظنها تنير الآخر. هذا فقط بين قوسين كما قال للملحدين. بالنسبة للمسلمين، أنا ممكن أني أكثر تفاؤل من حبيبي دانيال، وممكن هذا فقط خيال من ذاتي، ممكن حتى الآن ما في حتى مسلم يلحق لهذه الدقيقة في الفيديو أصلا، لكن لا بأس، هدرنا كثير من هالقوى والأفكار، ممكن دائما نأمل أن يكون فيه نور حتى وإن كان ضئيل وقليل. أنا أقول للمسلم، ممكن المتشكك أو ممكن اللي عنده الشجاعة أن يحط أفكاره في ميزان الثقل، حبيبي لا تأخذ كلامي ولا كلام جان ولا كلام حتنا، كلام نبينا خذه كما هو، يعني كلامه الحق، لكن كلام دانيال أو كلامي ابحث حبيبي، ابحث، تحقق. رقم الحديث مثلا سمعته الآن، اذهب وابحث عنه، هل هو موجود، هذا الكلام حقيقي؟ ابحث حتى عن ردود الشيوخ، ستضحك، لكن ابحث عن ردود الشيوخ، ابحث عن كيف يشرحون لك في القرآن الصابئون والصابئين في نفس المنطقة لكن بالأون وبالإين. اذهب وابحث عن هذه الأمور، ابحث لماذا شجرة الزقوم بالتاء المفتوحة، اذهب وابحث لماذا في القرآن سورة البقرة تجد نعمة بالتاء المبسوطة وليس بالتاء المغلوقة، ابحث في هذه الأمور كلها، لا تتردد. إذا كنت متأكد من هذا الدين وعد أنت دين سماحة وغالب في إنسانيتك على أصله، لا تخشى أن تبحث فيه، تحقق من هذه الأمور. أنا أنصح أي مسلم أن يتنور بالعلم وأن تهديه الجلدة إلى دين الحق. بكل تأكيد، وأنا أتمنى ويعني وأدعو معك إنه تهدي كل المسلمين إلى دين جلدة الحنفية العظيمة المقدسة. وعلى كلنا اليوم، أنا في الأسبوع الجاي اعتبارا من يوم الاثنين في عندي حلقات إضافية غير الحلقات الجهر بالإلحادية، سميتها حلقات حوارات إسلامية إلحادية يعني، وراح تكون مفتوحة لكل الأصدقاء مهما من أي خلفية كانت، تفضلوا نتحاور، وراح نطرح مواضيع معينة، وطبعا أخونا ليث راح يكون معنا يعني أكيد. نعم حبيبي، دائما في حوارات مفتوحة، برافو عليك. بالضبط راح نسوي حوارات مفتوحة، 5 حلقات بالأسبوع من التنين ليوم الجمعة يوميا. إذا ما عجبتكم موعد الساعة ممكن نغير الساعة، ممكن نعمل كل شيء بدكم إياه، لكن لازم نتحاور ونتناقش ونصل لمنطقة حوار. لا نعرف حتى نفهمكم إنه اللي خرب بيتنا هو هالدين، هذا اللي خرب بلادنا ودمرنا وخلانا في ذيل الأمم،
هالدين هذا، ولازم نتناقش ولازم تفتحوا عقولكم وسننظف عقولكم من هذه الأوساخ الإسلامية. طيب أنا بدي بس شغلة أخيرة والسؤال أخير وطلب أخير من نبينا العظيم نبي جلدة الحنفية أنه يحكي لنا كيف نزل عليه الوحي، وسنختم الحلقة وعد. نعم كنت أنا وصديقي أحمد كنا نجلس سويا، وبعدين وإذا بالخرطوم المقدس يظهر في الغرفة، إحنا كنا قاعدين بنتحاور في الأمور الإيمانية وفي الدين، وإذا بالخرطوم المقدس يظهر مرة واحدة، وبعدين قال لي اسبح، جاب لي وإذا صورة حمام سباحة ويقول لي اسبح، قلت له ما أنا بسابح، قال لي اسبح، قلت له ما أنا بسابح، قال لي إذن أنت هو الرسول وسأنزل عليك الرسالة مقطرة نقطة نقطة بس. وأحمد كان يشهد على ذلك يعني في حمام سباحة حراق. السيرة العطرة. أنا ممكن أعمل هي فعلاً سيرة عطرة، سيرة نظيفة، هي سيرة نظيفة، سيرة برائحة الكلور، فيها شامبو فيها. إن عندي كل ما شكرا أصدقائي. الآن نعمة الجلد الآب ومحبة المصورة وشركة وعطية الحرطوم المقدس تكون معكم وتدوم فيكم من الآن وإلى الأبد آمين. امضوا بسلام، سلام جلدة الحنفية أكون معكم. شكرا 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 نبينا المقدس، وبصراحة نحن منتظرين الوحي مرة أخرى حتى يبشرني بجنتك، يعني ما بدي أكثر من هيك. على كل أصدقائي شكرا لكم وللمتابعة، ونتمنى يكون استفدنا. نحن صح ما قصدنا التهكم، ولكن قصدنا نفتح العقول ونفتح العقول على شيء هو خراب بيوتنا اللي تخربت بصراحة. يعني نحن عم نحكي من حرقة قلبنا من خوفنا عليكم، لأنه أنتم بالنهاية أهالينا، أولاد بلدي، أولاد حارتي، أولاد وطن واحد نحن، والوجع واحد. فخلونا نفكر سوا، لأنه نشتغل سوا ما راح تزبط قبل ما نفكر سوا. على كل أصدقائي شكرا لكم، وبكرة الساعة 5 بتوقيت لندن معنا لقاء مع كافر مغربي. وطبعا أنا وعدك نبينا جورج راح أدعوه لاعتناق ديانتنا الجديدة، وأنا متأكد أخونا هشام يعني ما راح يرفض الدعوة، وراح يكون من الصحابة الجليلين في ديننا الحنيف. شكرا لكم أصدقائي، إلى اللقاء. شكرا لكم أصدقائي، شكرا، إلى اللقاء.